الصحة العامة يشتكوا الدكتور أحلام. كلمة المرور الكلاود يلا نقول بسم الله. تفضلوا. على بركة الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أهلا وسهلا بكم جميعا في هذه الندوة التفاعلية، تقيمها مبادرة حضارم لمحاربة كورونا ومنظمة أطباء اليمن في المهجر بالتعاون مع مكتب وزارة الصحة والسكان بساحل وادي حضرموت. الهدف الأساسي من الندوة هو أن احنا نحاول نصل إلى فهم أفضل لدور الترصد الوبائي في مكافحة جائحة كورونا، ولذلك احنا عندنا بعض المحاور. هنبدأ الأول بتعريف ما هو الترصد الوبائي وكيف يساعد في السيطرة على الوباء مع الدكتور عبد اللطيف الواقدي، وهو خبير دولي في الترصد الوبائي. بعدين هنتكلم على الإجراءات المتبعة حاليا في حضرموت لترصد كوفيد-19، وبعدين حنفتح النقاش للإجابة على أسئلة تدور في خاطر الكثير مننا، سواء أطباء أو عاملين صحيين أو حتى مهتمين بشأن مكافحة كوفيد-19، ونحاول نجاوب على هذه الأسئلة بحيث أن احنا في الأخير نتوصل إلى أن احنا نفهم بالضبط ما هو المطلوب من كل واحد فينا في أي موقع من المواقع للمشاركة بشكل فاعل لتفعيل دور الترصد الوبائي، ونصل للهدف النهائي وهو مكافحة كورونا، سواء في المكان اللي احنا بنشتغل فيه أو دوليا أو محليا. بعدين إن شاء الله هنحاول احنا بناء على النقاش نطلع بتوصيات قد تفيد العاملين في مجال الترصد الوبائي، بحيث الهدف الأساسي للندوة إن شاء الله يتحقق. فهذه المحاور الأساسية. أنا قبل ما أبدأ أحب أذكر بس هذا، يعني خلاصة اللي حنقدر نشرحه اليوم هو في الثلاث الأشكال هذه. الشكل هنا يبين لك أنه في كل مرض من الأمراض إحنا عندنا ثلاث مستويات، في عندنا mild symptoms وفي moderate symptoms وفي severe symptoms وفي fatal اللي هو الأخطر شيء في المرض. الوفيات والحالات السيفير هي الحالات اللي بتروح المراكز الصحية وبتروح المستشفيات، وبالتالي يسهل إن احنا نعرفها إذا أحسننا التشخيص. لكن مشكلتنا الأساسية في معظم الأمراض هي المايلد والمودريت والأسيمتوماتيك كيسز اللي هو في قاع هذا الهرم. هذول الأشخاص هم الأشخاص المتخبيين اللي ما نعرفش عنهم حاجة، ما دخلوش عندنا في المراكز الصحية، ولكنهم يعتبروا عامل أساسي ومهم في انتشار المرض. طيب، لما نتكلم بها في من وجهة نظر public health بنسميها الايسبرج فينومينا. أنت بتشوف قمة جبل الجليد، لكن هذا الجبل ما بتشوف منه إلا قمته، لكن القاعدة الأساسية لهذا الجبل هي تحت الماء، مش موجودة، مش باينة، وهي لو في سفينة ماشية حتتفادى قمة الجبل، لكن قاع الجبل حيخبط في السفينة ويغرق السفينة كلها. هذا بالضبط اللي بيحصل في الأمراض الوبائية. طيب، كيف ممكن ننقذ السفينة؟ ننقذ السفينة إن إحنا نعرف الجزء اللي هو من جبل الجليد اللي موجود تحت الماء. هذه وظيفة الترصد الوبائي. فإذا نقدر نخليها very simple، نقول الترصد الوبائي هو عبارة أنك تلقي بشبكة مثل الصياد، حترمي الشبكة هذه وتحاول تأخذ أكبر قدر ممكن من الأشياء اللي موجودة تحت الماء. قد يطلع لك أسماك تؤكل، قد يطلع لك نفايات، قد يطلع لك ما هو مفيد وما هو غير مفيد، مش مهم. كل ما تكون الشبكة هذه حساسة وتأخذ أكبر قدر ممكن مما هو تحت الماء، تكون قدرتك على اكتشاف ما هو تحت الماء أكثر. طلع اللي موجود وفرزهم، هذا مفيد لي، هذه حالة كورونا وهذه ليست حالة كورونا. فهذا بالضبط المحور اللي حتدور عليه الندوة، نحاول نفهم كيف ممكن نفعل دور الشبكة هذه في اصطياد أكبر عدد ممكن من الحالات، وما فائدته في الأخير أنه هو إنقاذ السفينة أو إنقاذ المجتمع أو إنقاذ النظام الصحي من الانهيار
بسبب هذه الجائحة. فهذا تقريبا المقدمة اللي حتدور عليها هذه الندوة. طبعا إن شاء الله هنبدأ مع الدكتور عبد اللطيف. طبعا زي ما ذكرت هو أخصائي في الوبائيات، واشتغل في الترصد الوبائي حوالي 20 سنة. فهيحاول يحطنا، طبعا الموضوع كبير وفضفاض وممكن نجلس نناقش فيه كورسات، يعني الناس بتحضر فيه لمدة سنتين دبلومات وماجستير ودكتوراه في الترصد الوبائي. فأنا سنكون شاكرين لو أنه يعطينا الزبدة، زبدة الزبدة، ما هو الترصد الوبائي وما هو دوره في مكافحة الأوبئة. فأترك الميكروفون للدكتور عبد اللطيف. تفضل دكتور. شكرا جزيلا دكتورة على هذه المقدمة اللي وفرت كثير من الموضوع. واضحة الشاشة عندكم؟ أيوة واضحة. طيب، على أساس الدكتور حسن يقول ما نسيناش الشعارات كلها. طبعا أنا طبعاً عبد اللطيف الواكدي أصلاً من أبناء مديرية دمت، عملت في عمران وصعدة وحجة، وجيت المكلا في تقصي أوبئة وعدن وتعز وغيرها خلال فترة بقائي في اليمن، ثم عملت مع الصحة العالمية في إمرو في لبنان ثم سوريا، وحالياً في مبادرة أطباء اليمن في المهجر المنسق العلمي. إذا كانت الصحة العامة في مفهومها هي عبارة عن علم وفن، كما يعني يعجبني أن التعريفات القصيرة، علم مؤسس على أسس وقواعد، وهناك مع هذا العلم فن في تطبيقه وتنفيذه في الواقع واستقراء الواقع، يعني ليس مجرد علوم خام موجودة في الكتب تدرس فقط. فإن الإبيديمولوجيا أو الوبائية هي دراسة التوزع والمحددات ذات الصلة بالصحة أو الأحداث في مجموعة بشرية محددة ونشره للسيطرة على المشاكل الصحية. بتحدد إجابة عن الأسئلة التالية: ماذا يعني ماذا المرض؟ ما هو المرض؟ ما هو الحدث؟ من يصاب به وهو الشخص؟ وفي أي مكان؟ وفي أي وقت؟ هل هذا الوقت في وقت اجتماع ما؟ وفي وقت من أوقات السنة مختلف؟ ما بدخلش في التفاصيل الكثير لأن الموضوع قد إيش يطول، ربما يحتاج إيش موضوع لحاله في الناحية الوصفية، لكن هذا هو الجانب الوصفي الذي أيضا سيهمنا في ذكره عندما ندخل في موضوع الترصد. والجانب الآخر هو الجانب التحليلي، عن سبب أو السبب أو العوامل المحددة أو التي أدت إلى ظهور هذه الأمراض في هذا المجتمع وفي هذا الوقت وعند هؤلاء الأشخاص. أساساً علماء الأوبئة يبدأوا بعد الحالات ثم تقسيمها ثم مقارنة المعدلات. هذا هو باختصار المفهوم اللي بنعمل معه في الأوبئة. تأخذ الحالات ثم تقسمها ذكور إناث، تقسمها حسب الفئة العمرية، تقسمها حسب المنطقة أو البلد أو القرية أو المديرية، بحسب حاجتك أنت تحتاج ماذا تحلل، يعني لكي ترى الصورة في أي مستوى أو في أي موقع، ثم تقارن المعدلات، تقول نسبة الانتشار عند الفئة العمرية الأصغر أكثر أو الفئة العمرية إلى آخره، كما هو الحال في كوفيد لما يقال أن نسبة الوفيات في فئة العمرية فوق 65 سنة أكثر، أو أنه نسبتها عند الأصحاب والأمراض المزمنة. درجات انتشار الأوبئة تبدأ من الحالات المتقطعة أو القليلة السبوراديك وتنتهي بالجائحة، وأعتقد الكثير يعرفها. إذا حب أحد نفصل الفوارق بين هذه المستويات ممكن نلجأ إليها بعد في وقت النقاش. لما نأتي للترصد الوبائي في تعريفه، يعني في تعريفات كثيرة لكن هذا التعريف الأقرب الموجود بالCDC، هو عملية جمع البيانات الصحية
بصورة مستمرة ومنتظمة، وتبويبها وتحليل وتفسير هذه البيانات بهدف تخطيط وتنفيذ البرامج الصحية وتحديد الاحتياجات واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب وتعميم النتائج على المعنيين وأصحاب القرار. أنا ملون بعض الكلمات لأنها مهمة جدا. إحنا أول نجمع البيانات الصحية، لكن طبعا كل شيء يتعلق بالصحة هو تقريبا كل شيء يتعلق بالإنسان، بيئته، مكانه، ماذا يأكل، ماذا يشرب، في يعني وهذا يعتمد اسمه كيف مستواه المعيشي لأنه يؤثر على حالته الصحية إلى آخره. والمهم في الترصد الوبائي أنه بصورة مستمرة ومنتظمة. إذا توقف الاستمرار والانتظام في الترصد، هذين المكونين اللي يميزوا الترصد بشكل كبير عن الإحصاء. الإحصاء بيأتي مثلا في نهاية صح أنه دائما، لكن بيأتي في نهاية الشهر ويجمع البيانات ويرسلها ممكن الشهر الثاني أو الشهر الثالث، بينما الترصد الوبائي جمع البيانات عنده وإرسالها مسألة مستمرة بشكل معتمد على المرض، لكن أقصاها تقرير أسبوعي. ما فيش حاجة في الترصد اسمها تقرير شهري، إلا أنه مثلا ممكن نقول في نهاية الشهر التقرير الشهري اللي هو الأمور الإدارية، لكن كسيرفيلانس كترصد أرصد الحالات ما في شيء اسمه شهري، أكثر شيء أسبوعي. يعني آخر شيء نهاية الأسبوع يعمل تقريره، وفي أول يوم من الأسبوع الثاني أو ثاني يوم بالكثير يرسل إلى الإدارة الصحية في المديرية، والمديرية تأخذ يومين لثلاثة ترسلها للمحافظة، والمحافظة إلى أن يأخذ أسبوع تالي لكي يصل إلى الوزارة. هذا كحد أقصى. هذه ما يميز الترصد من ناحية تعريفه. الشيء الآخر أن هذه البيانات ليست أسرار، يعني هي تؤخذ وترسل إلى الجهات المعنية، والجهات المعنية بشكل وبائي فيما يلي تقوم بنشرها لمن يهمه الأمر. وغالبا في كثير من الأمراض إذا كانت الحالات مؤكدة فإن المجتمع كله يهمه هذا الأمر ويهمه هذا الانتشار، وبالتالي إذا فقدت هذه المكونات ضرب التعريف في أصله وفي ذاته. الكلمات اللي قلناها وذكرناها طبعا الانتظام، الاستمرار، ثم أنه بعد ما يجمع يبوب ويوزع هذه البيانات، ثم يقوم بتحليل هذه البيانات، وبعد أن يحلل هذه البيانات يقوم بتفسيرها، وربما نحصل على أمثلة في الأخير وإذا وجدنا وقت أو نستدركها في النقاش، وتوزيع النتائج ونشرها، وهي كل البيانات الصحية والبيانات المرتبطة بممارسات الصحة العامة لأي مجتمع. في أربعة نقاط مهمة في الأهمية وأيضا في الأهداف يعني للترصد الوبائي: تقييم حالة الصحة العامة لأي مجتمع، تحريك عمل الصحة العامة بحسب هذا التقييم، تحديد الأولويات مع للصحة العامة، يعني أن الترصد يساهم في هذه النقطة، ثم تقييم البرامج الصحية. وباختصار يقولون information for action، هو المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار وللعمل والاستجابة. وهنا يحضرنا الدكتور ويليام فويت، وهذا من الناس اللي اشتغلوا كثير في استئصال السمول بوكس الجدري. كان يقول لا يوجد أي مبرر بما معنى الكلام أنه لا يوجد مبرر أنه نصرف على جمع بيانات لا يقوم عليها عمل. يعني أنا لما أعمل رصد لمرض يجب أن أرصد هذا المرض بهدف أن أعمل إجراءات وأقوم بإجراءات لمكافحة. وبالتالي الترصد مكون مهم جدا في هذه العملية، إلى جانب أنه أهمية الاستجابة وأهمية المكافحة. معنا نوعين رئيسيين، فيه تقسيمات كثيرة لأنواع الترصد، لكن حبيت أركز على الترصد النشط والترصد الروتيني. أنا ما أحب أسميها الترصد السلبي، أنا أشوف اسم خاطئ. ليس هناك ترصد سلبي، وأيضا ليس هناك ترصد خامل أو ترصد غير نشط. القضية أنها كله ترصد، أن نحتاج هذا المكونين، نحتاج جزء الأكتف سيرفيلانس وهو اللي يقوم فيه الشخص المعني أو المكلف بالذهاب بنفسه للبحث عن الحالات،
يقوم هو بمراجعة السجلات، بمقابلة المرضى، مقابلة الأطباء، البحث عن ضياع أي حالة يقوم بها المسؤول أو منسق الترصد. وفي الناحية الثانية هي التقارير التي تأتي صاعدة من المواقع الصحية أو من المجتمع إذا لزم الأمر، مثال القائمة الوبائية، يعني كل أسبوع يبلغونا عن ما هي وجود الأوبئة، كم مر خلال هذا الأسبوع من الأمراض. أيضا في حاجة اسمها البلاغ الصفري، في أمراض محددة مطلوب أن يعملوا لها زيرو ريبورتينج، وعلى رأسها شلل الأطفال والحصبة. هذه الآن شلل الأطفال لأنه في وضع الاستئصال، والحصبة الآن ستكون ربما مرشحة للاستئصال قريبا. فهناك فرق بين حاجة اسمها الزيرو ريبورتينج وبين النو ريبورتينج. أنت إذا لم تبلغني عن حالات فإن الوضع أنك ما بلغت، الوضع مجهول، مبني للمجهول. بينما إذا بلغت أنا والله هذا الأسبوع عندي صفر حالات، هذا الأسبوع لا توجد عندي حالات، هنا نقول أن هذا البلاغ إيش يعني سمي صفريا، لأنه يمكن أن يحتوي على الصفر، ليس معناته أنه دائما أبلغ أنه في الصفر، لا، بس أنه يجب أن يكتب تقرير أسبوعي حتى لو كان عدد الحالات صفر، وهنا يسمى zero reporting because it's including zero, could include zero. عرفتوا كيف؟ واضح يعني بلغ بلغ ان ما فيش حالة، بلغ انه لا توجد، اكتب نفس التقرير اللي تكتب فيه واكتب لا توجد حالات او عدد الحالات صفر. لكن اذا لم تكتب هذا التقرير فانك غير مبلغ، وهنا فرق كبير، لانه غير مبلغ معناته انه وضعه زي كما قلنا مبني للمجهول، ربما في حالات لم تبلغ. طبعا اذا بلغ صفر هناك اشياء تحرى، اذا الشخص مدرب بشكل جيد والمعلومات القياسية عند الأطباء وعند المجتمع واضحة وكذا، خلاص أنا أثق في هذا الصفر، أو أننا ممكن أعمل عليه إيش مراجعة أو تشييك بالأكتف سيرفيلانس. أو إذا كان لم يعني لم يبلغ، هنا طبعا مسألة تحتاج إلى إجراءات وتدخلات إدارية قوية وحازمة. ذكرنا هذه النقاط في كيف ولماذا وأين. هذا الآن ثلاثة سلايدات أهم ما أتكلم عنه، أنا جمعت فيها يمكن أكثر النقاط. بالنسبة للسجل الترصد الوبائي بيعتمد على السجلات الطبية والمقابلة مع الأطباء أو المقابلة المباشرة مع حالات المشتبه، هذا في مجال الصحة، لكنه أيضا يعتمد على بيانات البيانات الحيوية، نسبة انتشار الذكور والإناث، نسبة انتشار الفئات العمرية على مستوى، يعني على أي مستوى، ربما لو أصغر مستوى متوفر هذه البيانات ستكون أفضل في تحليل البيانات لهذه المنطقة أو لهذا الإقليم أو هذه المحافظة أو حتى هذه العزلة أو القرية. نعتمد في الترصد الوبائي على شيء نسميه التعريف القياسي، والتعريف القياسي زي ما ذكرت الدكتورة أنه أحيانا لما نرمي بالشبكة ونسحب، إحنا بنستخدمها في هذا حاجة اسمها التعريف القياسي. هذا التعريف القياسي يجب أن يكون في كل مكان في البلد، وربما في بعض الأمراض المستهدفة عالمية على مستوى عالمي، زي موضوع حالة الشلل الرخو الحاد في شلل الأطفال، وحالة التعريف القياسي للحصبة عالميا متشابه، ربما يعني التميز بين الدول فيها يكاد يكون ضئيلا أو شبه منعدم، لأن العالم كله يرغب في معرفة الوضع هناك. كذلك الحالة في وجود الجائحة بالنسبة لكوفيد ربما تدخل بعض المميزات، لكن الهيكل الأساسي للتعريف شبه موحد عالميا. طبعا بنأتي نقطة أخرى على التعريف القياسي، بدخل فيها شوية تفصيل علشان الزملاء الأطباء. الشيء الآخر، الترصد يعتمد نماذج موحدة وأدلة مرجعية. أنا لا يمكن أن أعمل نموذج تبليغ أو نموذج سجل حالات لمحافظة غير محافظة أخرى، لمديرية غير مديرية أخرى. هنا ما فيش مسألة الاجتهادات تنتفي. أنا ممكن أضيف هذه المعلومات عندي، لكن أنا أتكلم في الترصد ككونسبت أو كشيء كبير كشيء عام، لازم يوحد هذه البيانات حتى لما نتكلم عن الانتشار نستطيع أن نقارن. لا يمكن أن نقارن
وفق طريقتين مختلفتين أو وفق نموذجين مختلفين. لابد أن تكون هذه النماذج أو هذه الاستمارات موحدة بحيث الناس تتخاطب وتتعامل مع نفس إيش الموضوع ومع نفس التفاصيل. يعني لما تكون الاستمارة مثلا في مستشفى الثورة أو مستشفى الوحدة أو مستشفى كلها نفس البيانات يتم تجميعها على مستوى المستشفى، نفس الجدول للمستشفى، بعدين نفس الجدول للمحافظة، نفس الجدول على مستوى البلد، نفس الجدول على مستوى العالم. نعم، تدخل في قاعدة بيانات واحدة، ربما تضيف تفاصيل، يعني بعض المناطق ممكن تضيف تفاصيل، لكن فيه نموذج أساسي واحد معلوماته هذه لازم تكون مكتملة. بعدين إذا أنت تريد أن يعني في مستشفى أراد أن يضيف تفصيلات له أو كذا، لا ممكن يعمل جنبها، ليس يعني ما فيش أنه يمنع، لا، لكن النموذج الموحد يجب أن يعبأ كنموذج موحد. وإذا أراد أن يفصل هذا ما ليست مشكلة يعني أنه يفصل، لكن هذا التفصيل ما يلزمش الآخرين به، لأنه إحنا الآن لما نقول زادت أو قلت أو نسبة انتشار فلازم نستخدم نفس المعايير. لما نقول هذا العرض هو العرض الأغلب لازم استخدمنا نفس النموذج. مثلا واحد يقول الدرجة حتى في المرتبط بالتعريف القياسي والنموذج أنه ارتفاع الحرارة ارتفعت والله 36 و8 من عشرة ولا 9 من عشرة ولا هل 39 فقط تعتمد. هذا الرقم لازم يكون موحد على مستوى البلد، لازم يكون على مستوى المواقع. ليش؟ لأن أنت بتبلغ هذا بيبلغ ارتفاع الحرارة وفي عنده شرطتين أقل وهذا عنده اسمه، هنا تنتفي قصة أنه البيانات تبعي تكون فيها جيدة. وهذه عفوا يا دكتور، وهذه أهمية أن احنا نلتزم بتعريف الحالة، ما هي الحالة اللي بندور عليها؟ ارتفاع درجة حرارة مع breathlessness مع كذا مع كذا، ونتفق ما هو درجة درجة الفيفر. الفيفر أظنها موجودة في الأدلة المرجعية وموجودة حتى في مواقع WHO. أنا ما حبيت أدخل في التفاصيل بس جبت، أنا أحب ركز الآن على المفاهيم أكثر وبعدها ممكن نجيب الأمثلة. بندخل شوي في الكوفيد وبندخل شوي حتى في الشلل إذا تريدوا، لأنه هو يمكن أقوى الأمثلة موجودة عالميا بسبب يعني أنه هدف عالمي، يعني كل الدول واضعة فيه جهد غير عادي. يعني الأنظمة الإحصائية الذكية طبعا مهما كان النظام الذي يستخدمها البلد أو يستخدمها الموقع أو يستخدمها الكذا، يعني يفضل أن يكون نظام واحد بالنسبة لإدارة الترصد الوبائي. يعني داخل المستشفى ممكن تدعمه أن تعطيه هذا النموذج يعبيه ويرسله لك نفس نموذجك، هذا شيء مطلوب وإن كان حاليا عندنا غير متاح إلا في مجالات بسيطة، لكن وجود هذه الأنظمة تسهل الوقت في تحليل البيانات وفي معرفة يعني هل هناك انتشار أو لا. الآليات والنماذج التبليغ ذكرت في النقطة. التغذية الراجعة يعني الآن الترصد الوبائي الآن مسؤولية عليه، هذه مسؤوليات شوية كانت له، في مسؤولية عليه. هو الآن بلغني أحد الأطباء عن حالة اشتباه. الحالة احنا أول ما نسجلها نقول حالة اشتباه وبعدين جاءت النتيجة، يجب علي أن أعيد البلاغ له، أن أبلغه هذا الشخص والله هذه الحالة طلعت نيجاتيف، هذه الحالة طلعت بوزيتيف. إذا كان يريد أن يضمن هذا النجاح وتواصل التبليغ أول ما تخرج النتيجة بلغه. الآن سهلت الدنيا بالواتساب بالتليفون برسالة رسمية، إذا كان مع المستشفى وهو يحتاج طلبة الإدارة أو شيء رسمي عادي ما فيها شيء، لكن أنت أخذت الحالة وأخذت البيانات وأخذت المعلومات، يجب عليك أن تعيد للناس المعلومات الخاصة بهم. طيب يا دكتور ممكن إذا أقول نقطة، طبعا شكرا جزيلا أنك أثرت النقطة هذه، لأنه الناس بتفهم أنه جماعة الترصد هم ناس بيجمعوا بيانات وخلاص وتقف الحالة عند كذا. من أجمل الأشياء اللي شفتها وتحسب لفريق حضرموت في الترصد الوبائي أنه تيجي مثلا تشوف التقرير الأسبوعي يقول لك هذه الحالات الجديدة، ولكن تم شفاء الحالة رقم 235
وتم مثلا ان الحاله رقم كذا كذا كانت نيجاتيف الان. هذه نقطه مهمه جدا في الديسيمينيشن، لكن انا اتكلم بالنقطه اللي هي دائما او كثير نغفل عنها بالترصد. انا شخص بلغني من موقع هذا الكيس شافه هو، وهو طبيب بيعالج الحاله وبيهتم بنتائجها، يعني يجب ان ابلغه. انا ما اتكلمش عن كوفيد فقط، كوفيد كل الناس بتتابعه، لكن اتكلم في الترصد بشكل عام. في حالات كثيره بدات تبلغ بها اشتباه، ولما تاتي النتيجه مؤكده احيانا ما نعيد التبليغ للموقع ولا نعيد التبليغ للمبلغ، او حتى العامل الصحي اللي في وحده صحيه جاء له التعريف القياسي وبلغني من باب هذا، انه اقول له والله الحاله هذه طلعت سليمه او طلعت مصابه. يعني هذا ايضا مساله مهمه، وبالتالي الذي ابلغني مباشره. ولذلك التواصل مع الترصد الوبائي هو ليس نقطة واحدة فقط أن تبلغ عن الحالات المشتبهة، لا، هتبلغ عن الحالات المشتبهة، بعدين الحالة عملت فحص، إذا ثبت أنها بوزيتيف لازم يكون في تواصل بين الطرفين أنها بوزيتيف لمتابعة المختلطين وغيره وغيره. وإذا تم الشفاء برضو لابد أن يتم التواصل على أساس أنه خلاص إذا رجعت الحالة إلى الطبيب يكون عارف انه هذه it was a past history of كذا كذا، وبالتالي يفرق معاه في التريتمنت بتاعت الحاله، بالفولو اب، في كل شيء. فهذا انا مبسوطه ان احنا اول نقطه من المشاكل المعوقات اللي بتصادف ناس الترصد الوبائي هي عدم فهم كيف تكون التواصل ما بين الطبيب وما بين الترصد الوبائي. هي عمليه مستمره الى ان يتم نخلص المشكله هذه، وان شاء الله بنفصل هذا قليل ايضا لاحقا. التحديث المستمر يحتاج دائما الترصد يكون دائما محدث. مثلا أول ما بدأت الحالات تبع كوفيد، إيش كان التعريف القياسي؟ أول ما ظهرت الحالة في الشحر مثلا، إيش كان التعريف القياسي في اليمن؟ إيش كان التعريف في عدن؟ إيش كان التعريف في صنعاء؟ إيش كان التعريف في مأرب؟ في كومبوننت يضاف دائما بتحديث آخر البيانات اللي تصل، إلى جانب التحديث العلمي طبعاً لو ظهر في اكتشاف جديد في طريقة جديدة أيضاً. لكن طيب بعد ما كانت الحالات مثلاً في بضرب مثل في فترة في لبنان، كانت الحالات هي الحالات الوافدة، بس بعد ما صارت في نسبة من الحالات مجهولة المصدر في المجتمع، قالوا احنا بدأنا نعاني من انتشار مجتمعي، فغير في التعريف إلى معاد ربطش قضية السفر بقضية الأعراض، بينما في فترة كان مربوط قضية السفر. فموضوع الترصد دائما موضوع تحديث مستمر. احنا الآن نتكلم شوية مش هو نزول على الترصد، بس نوضح ما هي الواجبات والأشياء المهام التي عليه حتى أصل للنقطة التي تليها. في نقطة دائما يتكلموا فيها الترصد، الحساسية والتميز. الترصد الوبائي يبدأ بشكل حساس، زي ما قال الدكتور، نرمي الشبكة، واحد بيبحث عن سمك الديرك، تمام، بيربي الشبكة وطلعت له أسماك كثيرة، إيش هو ما يريد إلا الديرك، بيرمي كل شيء ويمسك إيش الديرك، لأنه هذا مركز عليه شغله. أو اللي بيبحثوا عن التونة بيأخذوا كل هذا ويرموا البقية، زي ما نشوف في حين البرامج صيد الأسماك. الترصد نفس القصة، أنا أبحث عن حالة معينة، أكون في البداية أخذ اشتباه كل من لديه أعراض، ربما زائد ناقص الانتشار الجغرافي، تاريخ السفر، بعض الأمراض بحسبها الـ يعني قد تكون فئة عمرية زي موضوع الكزاز، يعني محدد الفئة العمرية اللي نستهدفها ما بين 3 إلى 28 يوم. فالمهم أخذ كل حالة مع هذا الاشتباه ثم أغربلها، بعد ما تأتيني أخذ كل بياناتها بلا تمييز، ما أقولش هذا الحالة من أولها ما بديها. إذا كان تمشي مع التعريف القياسي اللي موجود في الدليل الوطني، نفس التعريف القياسي، خلاص لا نقاش، تأخذ كل بياناتها. هنا نقطة تأتي مع الطبيب الإكلينيكي وبنشرحها لاحقا في السلايد اللي بعده مباشرة. الشيء الآخر، بعد ما احنا ناخذ في الترصد يعني هذه البيانات وناخذ هذه المعلومات، احنا ضمننا شيء واحد، ان احنا لن تفوتنا حالة موجبة، وبالتالي احنا عندنا حساسية شديدة، تمام.
انا باخذ هذه الحالات زي مثلا موضوع كوفيد، لما تاخذ حاله اشتباه ايش بتعمل؟ تاخذ كل بياناته وتاريخه ومخالطينه وكل شيء، وبعدها تاخذ النتيجه الى اللاب تيست، بعدين اللاب تيست يقول لك هذا ايش، حاله مؤكده او حاله غير مؤكده. اذا انت ايش استبعدت سلبيا الحالات السلبيه بشكل عام فاصبح سبيسيفيك. فهنا الترصد دائما يبدا لصالح السنسيتيف وينتهي بالسبيسيفيك، وهو ليس شيء واحد فقط، انما يجمع بين المفهومين في بدايه استقبال الحالات زي ما ندخل للشبكه، وبعدين لما نخرج اللي ما نريده ونمسك سمكنا المستهدف نصبح ايش متميزين في ان احنا فعلا اخذنا الحاله الايجابيه واستبعدنا الحاله السلبيه. ممكن يا دكتور اضيف شيء هنا؟ تفضل. لو بما ان احنا بنتكلم عن الصيد، انا مش عارفه ليش فتحنا موضوع الصيد، لكن مش عارفه، اعتقد هو افضل مثال للتشبيه الترصد بالضبط. انت الان لو تشتي تصطاد سمك تونه، ما فيش صناره مخصصه لسمك التونه، فما فيش عندك تول تخليك توصل الى التميز من البدايه. فالان انت تشي تحدد كوفيد 19 مثلا او شلل الاطفال في مجتمع انت مش شايف تحت الماء، فلا بد تستخدم الشبكه الكبيره اللي تطلع لك اكبر عدد من الحالات. فيهمك في الاول ان انت تستخدم تول تكون مور سنسيتيف، حساسه اكثر، تجمع كل شيء، اسماك وغير اسماك، وأسماك تونة وغير أسماك التونة. فهذا الطريقة الوحيدة في البداية. بعد كذا كيف تميز سمك التونة عن غيره؟ بالنظر للعين. الآن معك الدياجنوستيك تيست. الدياجنوستيك تيست هو النظر بالعين اللي يميز هذه تونة وهذه نفايات وهذه اشتيها وهذه ما اشتيهاش. فلأنه دائما في الترصد ما تقدر تنط على طول وتستخدم الدياجنوستيك تيست. دياجنوستيك تيست معناها أن تشتي صنارة مخصصة لسمك التونة، وهذا غير موجود، ستظل حالاتك محدودة جدا. فأقصد فقط عشان نميز الفرق بين الاثنين، لابد من استخدام تعريف الحالة اللي هو الكيس ديفينيشن، لأنه هي زي الشبكة بتاعتك، وبعد كذا بالنظر للعين أو بالطريقة الأخرى تصل إلى التميز، وهو كيف تميز سمكة التونة من غيره. شكرا. وطبعا احنا حاولنا نختصر شوية بس علشان الوقت، ولا لو حابين فيه في كورس الوبائيات ربما يكون فيه تفصيل دقيق للأشياء هذه، وهي حاجات صراحة لذيذة. ممكن أسأل سؤال؟ تفضل. بالنسبة للفحص حق الكوفيد، البي سي آر، السنسيتيفتي والسبيسيفيستي لازم keep in our mind. الآن ناس يعملون رابيد تيست وعلى ضوء يتخذون قرارات، يعني من ضمن الكيس ديفينيشن اي ثينك البي سي ار شود بي بوزيتيف. ان رجعنا للكيس ديفينيشن، الرابيد تيست يعني اتس نوت سنسيتيف، بس احيانا تعمل فحص وبعدين تطلب الفحص الاخر. تو وات اكستنت كان ديبندنس سنسيتيفيتي؟ طبعا بالنسبه للرابيد تيست لا يعتمد في التشخيص، الرابيد تيست بيستخدم في المسوحات. يعني حتى الان اسمه يعني حتى في التعريف القياسي الناشنال والانترناشنال بيتكلم كله عن البي سي ار، فهو ممكن ذكر على سبيل المثال، ما مش على سبيل التخصيص. فهذه ناحيه. الناحيه الثانيه ممكن لو تسمحوا لي بس على اساس بلحق وبجيب امثله، يعني احنا ممكن نطرح هذا السؤال للنقاش لانه يحتاج استفاضه شويه، يحتاج نشرح لماذا يعاد التست وكيف يفرق هذا في في السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي. انا ساطرحه يا دكتوره للسؤال ونبدا به ان شاء الله في اول ما نفتح الاسئله ان شاء الله. طيب الان هذه النقطه اللي انا دائما يعني هذا عندي انا اهم سلايد، تمام، اللي دائما اركز احب اركز فيه مع الزملاء اخص الاطباء مفاهيم معينه من الناحيه العمليه بتؤثر على الترصد الوبائي. أدروني في شوية الكثير ينظر إلى الترصد أنه شيء إداري. صحيح أنه في إدارة وفيه يعني جزء معين
لازم يمشي بشكل تسلسل معين في الإبلاغ وكذا، لأنه كل عمل حتى يتنظم لازم له إدارة. لكن الترصد الوبائي كمفهوم هو قائم على الحقائق العلمية. التعريف القياسي لم يأتي من فراغ، أي تعريف قياسي لم يأتي من فراغ، لكن التعريف القياسي في الترصد الوبائي يجمع بين عدة أمور. يجمع بين الناحية السريرية، وهنا حالة الاشتباه، ويجمع بين الناحية الجغرافية أو الشخص ومواصفاته إذا لزم الأمر. يعني نضرب مثال، مثال أو مثالين حتى نبين الفروق بينهم. لو نقول حالة الشلل الرخو الحاد، هي كل طفل أقل من 15 سنة يحدث له فجأة شلل رخو، هذا التعريف. أو أي حالة يشتبه الطبيب أنها حالة شلل أطفال في أي عمر كانت. القسم الأول لكل العاملين الصحيين ولكل المجتمعات أن تبلغ أي طفل عمره أقل من 15 فجأة يحصل له ارتخاء في أحد الساقين، مهما كان السبب، مهما كان الأشياء الأخرى التي إحنا لا نراها، تبلغ لنظام حالات الشلل الرخو الحاد، يأخذوا عينات ترسل المختبرات الصحة المرجعية والصحة العالمية، وبعدين يطلع النتيجة أنه بوزيتيف أو نيجاتيف. بشكل يعني منظم في العالم كله بيصير بهذا، أو بالأخص في إقليمنا إحنا الآن لأنه لا زال المستهدف. لو جئنا لحالة الحصبة، نقول أي حالة في أي عمر كانت تحدث له حمى مصحوبة بطفح جلدي، تمام، فقط ما عاد يكلوا عاد ما عاد تذكرش احمرار العينين، وكانت زمان في أحد التعريفات القياسية القديمة، لكن الآن لا بيؤهل على أساس بعد الشلل. فهذا التعريف من أين جاء؟ لم يكتب اعتباطا، لأن الناحية الانتشار الأعراض في المجتمع وفي العالم لما حسبت وجدت أن هذه أكثر الأعراض المشتركة بين المرضى. لما يأتي إلى كوفيد ويتكلم عن الحمى، لأنها أكثر الأعراض التي وجدت، وكانت فترة تربط بالسفر إلى الصين، مش كل الصين، كانوا يطول السفر إلى ووهان أو مر عبر ووهان ثم تغير إلى الصين ثم تغير إلى يعني أي حد عنده الأعراض، وعنده شخص زاره جاء من هناك، أو زاره الشخص كان أحد يزوره من هذا البلد. هذه كلها يعني ما سجلت اعتبارا، لأنها اعتمدت على أعراض ثانية، اعتمدت على طريق السراية للمرض وطريق الانتشار، تمام. حتى في بعض الدول في البداية كانوا يحددوا فترة الاختلاط، إنه إذا كان اختلط في مكان مغلق مسافة أقل من كذا ولفترة ساعة أو ساعتين، فإنه هذا خلاص هذا لازم يأخذوا عزل ويراقب. وفي أماكن كانت تقول لا، كلهم ليس مبنيا اعتباطا، يعني لن يأتي أحد يتعبط على أحد بأفكار من رأسه ويقول له أنا والله اشتيك تبلغ لأننا هكذا هو مزاجي. المسألة ليس فيها موضوع أمزجة. فهذه هي النقطة الأولى. كما ذكرنا التعريف القياسي، نبدأ بحالات الاشتباه ثم ننتهي بالحالات المؤكدة بالتأكيد بناء على المختبر وعلى معطيات أخرى في بعض الأماكن الناحية الوبائية. طيب ليش؟ لماذا؟ لأن انتشار أي مرض معدي ما ينتظرش أن احنا نحلله وأننا أرسل المعلومات للمختبر وبعد المختبر يفحص، وربما المختبر هذا مش عندي أرسله لمكان آخر وبعدين يأتي النتائج. الفيروس راح ينتشر، ما ينتظرناش إحنا لما نشخصه وبعدين حضرته يقول أنا بس. فإحنا لازم يكون معنا أداة يعني تشتبه في الشخص كاشتباه. وإحنا في الترصد يعني المشتبه متهم حتى تثبت براءته، تمام. يعني أنا هذا مشتبه معناته بأخلي يأخذ إجراءات احترازية ووقائية حتى تأتي النتيجة، تقول له والله النتيجة سليمة، أقول له خلاص يا أخي الله يفتح عليك نتيجتك سليمة، تمام. هذه ناحية، لأن الفيروس يعني أمراض بتمشي كائنات
تسير وفق ما خلقها الله سبحانه وتعالى. الثالثة، التبليغ عن الحالات بناء على الأدلة الوطنية والتعريف القياسية واجب. فيه دول من ضمنها اللي درسنا احنا فيها هنا مكتوبة في كتب اللي درسناها في الجامعة أن هذا المرض التبليغ فيه إلزامي، ويساءل الشخص أمام السلطات الصحية قبل الدورة الصحية كنقابة أطباء يستدعوه، يقولوا ليش ما تبلغ عن هذه الحالة وهذا مكتوب في كتابك الطبي. وفي بعض الأحيان فالأمراض اللي تهدد المجتمع بشكل كبير وبشكل انتشار ممكن أن يكون الشخص مهدد بإيقاف مزاولة المهنة، يعني مسألة أخلاقية. يعني أنا لما ما أبلغ بناء على قناعتي، بينما هناك قانون أو نظام في الصحة العامة يقول لي يا جماعة أي شخص عنده هذا الأعراض بلغوا للصحة، هذا لا يعني أي تضارب مع الطب السريري. أنت لما تبلغ للترصد الوبائي، الترصد الوبائي ليس جهة طب سريري، الترصد الوبائي جزء من صحة المجتمع، بيأخذ بيرصد بيحول للفحص ويراقب، إذا ظهر أنه انتشار فيروسي هذاك الساعة يتدخل ويقول لك يا دكتور أو يا زميل هذا الوضع كذا خلاص صارت فيه وباء نحتاج نتدخل. بينما إكلينيكيا وسريرا لا تزال مسؤولية الطبيب المعالج، له أن يعالجه كما هو يرى كطريقة علاج، له أن يحيله إلى مستشفى أو إلى رقود أو إلى مع أخذ الاحترازات. تسير العملية كما هي وليست قضية تضارب أو صراع، ولكنها عملية تكامل أو تنافس، يعني عملية تكامل وليس التنافس. قوة نظام الترصد في أي بلد لما تقاس بعدد عدد الحالات السلبية مش بعدد الحالات الإيجابية. بعدد الحالات الإيجابية خلاص أوريدي معانا وباء. أنا لما أقول أن فحصنا يعني مثلا في وادي حضرموت أعتقد قبل شهر من الآن كان البوزيتيفيتي ريت اللي هي اسمها المعدل الإيجابي، صح يا دكتورة؟ أيوة. معدل الإيجابي لحالات كوفيد يعني من عدد المفحوصين كان في 59% إيجابي، وهذا يبين أنه في ضعف. أنا ما أتكلمش عن أشخاص، ضعف في السيستم، ضعف في نظام الرصد الوبائي، لأنه في العالم ما بتتجاوزش 11% أو 10%، يعني بيفحصوا 90 شخص بيطلعوا 10 إيجابي. إحنا عندنا بيفحصوا 100 شخص يطلعوا 90 سلبي وبالكثير 10 إيجابي. إحنا عندنا بنفحص 100 شخص يطلع 59 إيجابي، وهذا طبعا له أسبابها الكثيرة اللي نعرفها إحنا ويعني ما أتكلم عنها، لكن في النهاية لما أجي أقيم كنظام ترصد أنا في ضعف في نظام الترصد، ربما نتيجة عدم وجود الفحوصات، ربما نتيجة ضعف المختبرات. هذا لما تحلل أحدد أن المشكلة أو السبب الرئيسي هو هنا، وأقول يجب أن تحل هذه المشكلة وتحسن إيجاد الفحوصات ويحسن مستوى المختبرات أو توسيع شبكة المختبرات حتى أحسن نظام الترصد الوبائي. لكن قوة الترصد زي ما قلت تأتي عبر زيادة الحالات السلبية وليس الإيجابية، بينما في الطب السريري تأتي عبر زيادة الحالات الإيجابية. كيف؟ ممكن أقول شيء يا دكتور هنا بس عشان نوضح الحكاية هذه ونحطها كلير. في أي بلد عشان تثبت أن أنت شاطر في مكافحة أي مرض get more is much better than get less، يعني إذا حالة أنت شاكك فيها بلغ عنها وندخلها في عدد الحالات المشتبهة عشان نزود عدد السمك اللي موجود في الشبكة. وكل ما تزود عدد الأسماك اللي موجودة في الشبكة، بمعنى كل ما تزود عدد الحالات المشتبه فيها، كل ما تكون قدرتك على أنك تلاقي سمكة تونة في الشبكة أكثر. إذن كل ما تبلغ على عدد حالات مشتبهة بشكل أكبر، كل ما تكون قدرتك على رصد حالات كوفيد-19 أو المرض اللي أنت بتترصد عليه أعلى. وهذا عكس اللي نحن بنفهمه في كثير من الدول النامية، أنه يقول لك لما بلغ كثير أنا حبين أن الوباء منتشر أكثر في البلد. لا، الوباء هو موجود والناس كلهم عارفين أنه موجود. كل ما تبلغ على حالات أكبر، كل ما تكون قدرتك على التقاط الأمراض والسيطرة على الحالات أكثر. هذا اللي يقصده الدكتور، أنه إذا عندنا في العالم globally
أو في دول كثيرة يبلغوا عن 100 حالة ويطلع في الأخير 10% أو 11% منهم فقط هم البوزيتيف. نعم. معناها that's not waste of resources. في 90 واحد بلغوا عنهم وفحصوهم وعملوا لهم حظر إلى أن طلعت النتيجة. That's not a waste of resources. هذا في الأخير يؤدي إلى الـ ultimate goal of saving life of people. وفي نفس الوقت أفضل لي إن أنا أصرف في الـ في الـ في التست أكثر، أفضل من إن أنا أفقد حياة بني آدم أو أدخله في مضاعفات. في الشخصين رفعوا أيديهم. عفواً دكتورة أحلام أو أيوة. إلهام. هي أقصد إنه أعتقد وجهة نظري إنه أحياناً المشكلة في الكيس ديفينيشن، يعني الجماعة لما عرفوهم على الكيس ديفينيشن بالتالي ما هم عارفينه كويس. وفي الآن في حالات ضنك، في حالات فايرال فيبرسو، بالتالي بلغوا عن أي حالة. الآن نحن عندنا أي واحد حمى وكحة خلاص كوفيد. نعم. كوفيد 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 اشتباه. هذه من ناحية، مش من ناحية الريسورسز والكوست افكتيفنس والحاجات هذه. ممكن يا دكتورة نقطة، بس أنا 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 طبعاً كنت طبيب، مارست يعني عيادتي في المستشفى، وأنا كانوا يرتاحوا مني في المختبر، يقولوا يا دكتور أنت لما تحول حالات تطلع يعني التشخيص قريب من الفحوصات اللي طلبتها. هذه كلينيكياً أنا هذا هو التقييم، صحيح مش غلط، يعني هذا مش غلط وليس نقد، بس هذا هو الجانب الإكلينيكي. بينما لما أكلم بلغ للصحة العامة للترصد بناء على الأعراض العامة هذه، أول شيء ما فيش تضارب بينها وبين ناحيتك السريري، لأنه هذا جانب آخر، جانب البريفنشن. بينما أنت بتشتغل في يعني الكيس مانجمنت وتريتمنت، تمام، هذه ناحية. فبالتالي أنا بدي هذا التضارب أزيله من أذهان الزملاء، إنه لما أنت تبلغ وهذه الحالات تذهب للفحص وتطلع سليمة هذا مش عيب. إذا كان تم الإبلاغ حسب التعريف القياسي، أنا ما بدي يزيد لي العدد هكذا اعتباطا، لا، في التعريف قياسي، في 1+1+2+3 إلى هذه المواصفات، إذا موجودة بلغ. ولذلك نقطة مهمة جدا للأطباء إنه ضروري إحنا ككلينيشن دائما نعمل أبديت لمعلوماتنا. ما هو الكيس ديفينيشن للوباء اللي نريد السيطرة عليه؟ أكبر غلط يعملون واجب الترصد يا دكتورة، إنه يبلغهم أول بأول بكل حالة، بكل تعريف، كل تغيير في التعريف حتى لو يوميا. معه لازم يكون معه كشف الأطباء أرقامهم ويبلغهم يا دكتور كذا. إحنا على فكرة كنا، أنا لما عملت في الترصد كان أخذ الكيس ديفينيشن تبعي ومعي جدول، أوزع نسخة وكل وقع لي إن أنا بلغتك بالتعريف القياسي لهذا المرض. صحيح تمام. على أساس أنه هذا يعني إحنا ما فيش أكثر من أخلاقنا تحكمنا إحنا اليمنيين، من ناحية أخلاقية لصحة مجتمعك يجب أن تبلغ. أحياناً يا دكتور ما بيكونش الموضوع تساهل بقدر ما هو misunderstanding. أنا وذلك هذا سبب تركيزي في النقطة هذه. عفواً. ولذلك أنا أشخاص رافعين أيديهم يا دكتورة. أيوة أنا واخذة بالي الدكتورة أحلام والدكتور محمد حقول لهم الآن، بس عشان نطلع بس من فكرة الكيس ديفينيشن. الكيس ديفينيشن يا جماعة كلنا زي ما بيقول الدكتور سيظل يحدث، يعني هيكون دائما في تجديد في الكيس ديفينيشن. ولذلك لا نستغرب انه الدبليو اتش او نزلت لنا تعريف قبل كم يوم تقول هذا الكيس ديفينيشن الجديد. استحضر بس من التاريخ لما كنا زمان نبلغ عن حالات الاتش اي في، كان الكيس ديفينيشن انه لازم يكون هوموسيكشوال ويكون ميل وله اعراض جلديه. هذا كان بدايه الكيس ديفينيشن. لكن الان الكيس ديفينيشن مختلف تماما عن الكيس ديفينيشن اللي بدا مثل ما شرح الدكتور. فاقصد نحط في بالنا احنا ككلينيشن لازم نكون اوير اولا باول ما هو الكيس ديفينيشن الان، علشان نقدر نختار الشبكه الممتازه لاصطياد اكبر عدد ممكن من الـ من الـ من الـ الحالات. النقطه الثانيه، ما نستاء ابدا انه لما يتحدث لنا الكيس ديفينيشن، هذا ليس تضارب في المعلومات وانما هي طريقه بناء الكيس ديفينيشن يكون متغير مع الوقت، وبالاخص في المرض الجديد، يعني العالم كله لا زال يتعرف عليه. يعني ما اذا وضعت اليوم تعريف وبعدين اكتشفت ان انا مخطئ، يعني أصلاً العيب أننا أكتشف أننا مخطئ
واقول والله انا ما عاد اصلحه، لكن والله انا التجربه اثبتت انه في هذا مش صح، وانه هذا اكثر، وانه هذا اضبط. بالضبط. طيب دكتور محمد كان رافع يده قد له فترة، أنا آسفة يعني بس كلنا ما نقطعش النقاش، تفضل يا دكتور محمد محمد. مش واضح عندي. طيب دكتور محمد مش واضح تفضل عندي الاسم. قبل ما انتقل للي بعده. دكتور محمد أنت رافع يدك ولا أجيب على السؤال؟ طيب دكتورة أحلام، هي نقطة بس كنصيحة، نحن دائما الترصد نعتمد كثير في اليمن على دعم المنظمات والـ WHO. للأسف الشديد نحن أساتذة في الجامعة لا يتم اعتماد منهج التبليغ عن الحالات في برنامج الترصد واعتباره جزء من تعليم الطلاب، بحيث أن الطلبة الخريجين عندنا يخرجوا للفيلد وما هم عارفين إيش الكيس ديفينيشن، أحياناً تونسيلايتس يعمل لها دفتيريا، وهذه حاصل قبل فترة حصل عندنا. بالتالي هذه يجب تكون جزء من مناهجنا وتعليمنا كأدفايس بس at the end of this. طبعاً نحن معاك يا دكتورة، ولذلك إحنا بنحاول على قدر الإمكان نطرح أن هذه الندوات اللي تثير الكل في مكانه ممكن يشتغل. أنا كطبيب طب مجتمعي، إحنا من الناس اللي درسنا طب المجتمع، قدم لنا كمادة نظرية فقط، لم تربط بالواقع خلال التدريس، وهذا موجود في كثير من الجامعات. لكن نهدف من خلال النقاش إن شاء الله أنه الكلينيشن يستفيدوا كيف ممكن يحسنوا الترصد في مكانهم، الأطباء المجتمع والناس اللي بتشتغل في التدريب، الكوادر الصحية برضو نفهم أولاً الترصد وندخله في كيف ممكن نغير. يعني إن شاء الله تفضل. النقطة هذه اللي أثارتها الدكتورة أتفق معها 100%، بس معي ملاحظة واحدة. الشخص اللي أخطأ وشخص دفتيريا أو يعني مش عارف إيش المرض اللي ذكرته وشخصها دفتيريا، بالنسبة لي أنا كترصد وبائي أشكره، لأن أنا أفضل يخطأ بهذا الشكل، ولا أفضل أن يبحث عن التدقيق الإكلينيكي ويضيع الدفتيريا لو هي حقيقية. أنا بدي يبلغني بالأعراض، إذا هو اشتبه، إذا هو شك عادي يبلغني وأفحص وأجي أعمل التغيير القياسي وأقول له مشكور، لأنه يعني هكذا إحنا زي ما قلنا الغربلة. هذه من ناحية طبعا. الناحية الثانية هو واجب علينا في الترصد، أو الناس اللي تشتغل في الترصد الوبائي. أنا كنت أتكلم وكأننا لازلت ماسك إدارة في الترصد، أنه نوضح للناس. وأنا كله أريد منك فقط كطبيب تعطيني التعريف القياسي، حتى لو أنت رأيت أنه مرض آخر وتذهب له في أنك تعطيه علاجات وتعطيه أدوية وتتابعه. أنا كترصد وبائي يهمني الكيس ديفينيشن، تعريف الحالة، التعريف القياسي. وفيه مرجع كان مكتوب في اليمن الأمراض السارية المشمولة بالترصد، تعريفاتها القياسية، واعتقد أنه في حصلت له تحديثات قبل الحرب، فلا أدري إذا كان لا زال موجود مع أصحاب الترصد الوبائي، لكن أنا أحاول أبحث عندي في الملفات القديمة إذا موجود أرسل لهم يعني نسخة منه، لأنه كان في الشغل في هذا الجانب في يعني في اليمن. الشيء الثاني، القصة ليس فقط يعني معانا صراحة كثير من الأدلة مطبوعة، لكن عملت كنشاط زي ما ذكرت الدكتورة، لأنه كثير من الجهات تعمل نشاطها أنه تخرج guidelines، خرجت الguidelines بعدين تدربوا الناس ما تدربوش، عمل تدريب، تم اختيار الأشخاص من أجل أن تستلم البدل أو من أجل أن تنفذ فعلا إيصال معلومات. هذه إشكاليات لا زالت في إداراتنا، تحتاج إلى، مش فقط عندنا على فكرة، هذه موجودة في كثير من الأماكن يعني بحسب تجربتي. لكن برضه كل ما أتقننا أكثر في أن احنا من نستهدف بالتدريب ومن يقوم بالتدريب، هذا مسألة مهمة جدا.
وليس فقط النظر إلى الفوائد المادية اللي بعدها، المفروض النظر في الفوائد المادية اللي تأتي نتيجة لجودة هذا التدريب وحسنه. طيب دكتور، في سؤال طرح أنا هأجله لوقت النقاش لأنه حيطول، اللي هو الكيس ديفينيشن وكيف نفرق ما بين المكرفس والكوفيد 19 والتداخل فيما بينهم، بس هذا حنطرحه في النقاش، نخلي لك المجال تكمل إن شاء الله. أنا كان لي محاضرة فيه إذا بحدهم نجهزها. طيب إحنا إيش نجمع معلومات نحللها نميز أين اتجاه المرض، هل يزيد هل يقل، ثم ننشر هذه المعلومات ثم نستخدم المعلومات للاستجابة في الوقت المناسب. تكلمنا عنها. ما أنا في هذا بعض النقاط التي مع يعني نتيجة مناقشات مع بعض الزملاء في الترصد و يعني وآخرين خرجت بها في تقديري أنها أهم المشاكل للترصد بالنسبة للكوفيد. في بعض الأماكن هناك ضعف في التسجيل أو حتى عدم تسجيل للحالات. في بعض الأماكن مستوى البيانات ضعيف، وهناك تأخير في الإبلاغ وتحديث سجلات الحالات. هذه النقطة هي في إمكاننا نحن نحلها، يعني low data quality تحتاج أن نحن ندرب، بينما التأخير في التبليغ مسألة صراحة هي في إمكانياتنا نحن نحلها. وتحديث سجل البيانات، يعني إن شاء الله لو جت لي حتى 20-30 حالة في اليوم إن أنا أكتبها في السجل، مسألة كم تأخذ، ما تأخذش أكثر من يعني كم ساعة، ساعة ونص، وإننا أسجل البيانات يعني نفس الشيء ما أخذ. وهنا يحضرني مثل يعني الله سبحانه وتعالى وهو الخالق الرازق العادل، يعني وهو يعني لا يحتاج أن يبرر لخلقه، تمام؟ لما نأتي يوم القيامة ها يأتيك كتاب فيه ما عنده رقيب وعتيد، يرصده ويسجله حسناته وسيئاته وبعدها يحاسبه قبل إعطائه الجزاء، تمام؟ إلا أن يتدارك الله برحمته يعني لعمل ما. يعني هذه الحس في المسؤولية، والله سبحانه وتعالى لذلك سمي العدل، لأنه وهو الخالق وهو الرازق وهو المطلع على كل شيء، مع ذلك عمل ما يعني يثبت للإنسان أنه عدل، وهو يعني جل شأنه وتعالى قدره، تمام؟ فإحنا يعني إن واحد يكتب ويرسل الشيء، يعني ما مسألة ما هيش تحتاج ذلك الإقناع، يعني تحتاج أنه بس نمارسها. المسألة الثانية أنه في أطول آية في القرآن الكريم، حد يذكرها؟ أكيد بتقولوا لي اسمها آية الدين، وأنا أقول لكم لا، مش صح. الاسم هذا اشتهر أنها آية الدين، لكنها مش آية الدين، ما بتقول لكش تدين شخص أو ما تدينش، لكنها آية توثيق الدين حتى نكون دقيقين. ها إذا يعني الآية المعادلة اسمها فاكتبوه وليكتب بينكم شروط الكاتب الكاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه نعم. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. نعم، فهذه المواصفات كلها على الكتابة، ومواصفات الكاتب وشروطه ومسؤولية أن واحد أنه يكتب كما علمه الله. فإحنا مسؤول يعني أذكر الآبائنا، أنا والد الله يرحمه يعني كان يكتب معي دفتر صغير، نوتس هكذا صغير، مسجل فيه كل شيء، هذا أخذت منه ورجعت له، وهذا كذا، موثق كل حاجة ولو هو على مستوى يعني الشيء البسيط. فإحنا ما أدري كيف خرجنا لا مبالين شوية بالسجل وضبط السجلات، ولذلك نعتبر الوطن هو يعني دين علينا ان احنا هذه نتعامل مع resources human resources which is more valuable than even financial resources، ولذلك مهم جدا التوثيق. صحيح.
أيضا تم إغلاق بعض المواقع الصحية لأنها كانت مستعدة حكومية أو خاصة، وحصلت دربكة وخوف وإلى آخره. وربما هذا قد أشبع الموضوع في وقت نقاشا، لكنه كان أحد الأسباب. في أشياء شخصية اللي هي تريننج، يعني في ناس بصراحة عندهم ضعف في التسجيل في الإبلاغ لأنه مش مدرب مش فاهم. الشيء الآخر في ناس ما يعني كان ينقص عليهم مواد الوقاية ما يروحوش يتحروا عن الحالات. في بعض الأماكن كان في ضعف في عدد فرق الاستجابة. الشيء الآخر اللي كان مهم في التحديات هي اللي ذكروها الآن other epidemics and or outbreaks. يا زملاء، في شهر مايو أنا خرجت كلمت وعملنا مقابلة كان فيها أطباء من عدن، يمكن أول ما بدأت تظهر الحالات، وكان الزملاء في ألمانيا عملوا لقاء هكذا، وأنا عملت موضوع عن أبضانة كوريجمة. للأسف بسبب انهيار النظام الصحي والمنظومة الصحية وحتى نظام الإبلاغ، يعني نظام الإبلاغ موجود تسجيل الحالات، في عندنا حاجة اسمها نظام الإبلاغ المبكر، النظام الإلكتروني هذا ربما البعض يعرف عنه، تمام. هذه سجلت في أول 5 أشهر ارتفاع عدد حالات الضنك 5 مرات. هذا يعتبر وباء، ومع ذلك لم يعلن، وبالأخص كان في الحديدة بعد الأمطار وكذا إلى آخره. فالمهم أنا كان جزء من المحاضرة أني أشرت أنه هذا الارتفاع يعني ارتفاع عبارة عن وباء، يعني في معنى فعلا كان وباء موجود، وباء ضنك. المسألة الأخرى وجود الملاريا، ملاريا تتميز بالحمى وممكن تصيب بسعال وغيره، تمام. مسألة المكرفس بعيدة يعني شوية عن اسمه، لأنه ما بتظهرش معاها يعني بالمنري مانيفستيشنز كثير فيها، هي مغلبها تركز في المفاصل وصعوبة الحركة بالحمى الشديدة، يعني إلا إذا كان مثلا هي تضعف المناعة وبعدين تحصل secondary infection يعني بسبب آخر، بس مش مرتبطة بالجهاز التنفسي، وبالتالي هي أسهل للتمييز بينها وبين بينما الضنك في أيامها الأولى ما فيهاش مظاهر تنفسية، لكن بعد حوالي عدة أيام إذا دخل المريض، ما فيش أدخل في التفاصيل، دخل في انخفاض الحرارة وارتفاع يعني احتمالية ارتفاع يعني دينجا سيبتك شوك، هنا ممكن يحصل عنده أعراض تنفسية ويختلط، لكن في يعني من الصعب عندنا مع ملاحظة المرضى. المهم الشفافية، وعي المجتمع، الناحية الأمنية، متابعة المخالطين وتقبل المجتمع لها، مشاكل المختبر، كل هذه المشاكل الكثيرة موجودة، مصادر الأخطاء الشائعة ما بتكلمش عنها لأنها تحتاج موضوع محاضرة لحالها. هذه باختصار أول حالة سجلت في 10 أبريل والحالة الثانية في 2 ماي، وهنا في خطأ ما، في حالات ضايعة ما في الطريق. لذلك أنا من الأشخاص اللي صعب أدخل في تحليل كثير من تحليل البيانات لأنه فيها قصور كبير، يحتاج أنه لو يعمل أكتف سيرش أو أكتف سيرش لسجلات قديمة ربما يطلع الحالات اللي هي متوافقة ويطلع الصورة النمطية للانتشار، لأنه من 10 أبريل 2 ماي فترة كانت شوية طويلة. وبعدين أول ما ظهرت 5 حالات وفيها حالتي وفيات في عدن في 2 مايو، إلى البارحة كان معنا 1906 حالة مؤكدة. بالنسبة للمحافظات الشمالية وصنعاء، للآن الرسمية المبلغ 4 حالات، مع أنه نحن نعرف أطباء لنا وزملاء توفوا بكوفيد 19، فهذه مشكلة كبيرة جدا. أنا متفق معكم معانا معاصرينهم، لكن كناحية علمية ما أستطيع حلل شيء غير رسمي يعني. صحيح موثق ما أحد، لكن إحنا نستقرأها يعني، في عند الوبائيين مش فقط حتى كترصد باستخدام أساليب الترصد كمفهوم، فيه عنده طريقة يستطيع يعني يشوف الوفيات السنة الماضية وهذه ويطرح هذا من هذاك ويشوف نسبة الزيادة في حد معين مقبولة، نسبة زيادة أكثر معناته أنه في سبب جديد نيو كاوز، فهذه اللي حسبوا فيها
الدكتور علي المخداد جامعة واشنطن وظهروا بعض الفيجورز عليها، رغم أنه فيه طبعاً قصور في المعلومات هذه كذلك، لكن إلى حد ما موجودة. فلذلك دكتور جورج كومستوك وأيضاً من يعني الأطباء الوبائيين المشهورين توفي عام 2007، قال أنه فن التفكير الوبائي يكمن في أن ترسم خلاصات من معلومات غير متقنة أو تتوصل إلى نتائج من بيانات غير دقيقة. غير دقيقة، أيوة. هذا طبعاً خلاصة الكلام هذا يا جماعة، إنه تخبية البيانات أو تخبية الاعتقاد إنه إخفاء البيانات عن وجود وباء كورونا يستطيع المتخصصين في الإبيديميولوجي بطريقة الموديلينج الوصول إلى مقاربة إلى ما هو الوضع الحقيقي إلى الوباء، فما في داعي إلى تخبية المعلومات. نحن مش بنتكلم طبعاً عن تخبية المعلومات، لها أبعاد اجتماعية وسياسية، والوصمة الاجتماعية تعيق الناس، حتى الأطباء أحياناً يخجل أنه يقول أنا أصبت بكوفيد 19، لا يتهم أنه لم يأخذ الإجراءات الكافية أو ما خذ احتياطاته، أو إذا يتهم أنه ما مش نظيف أو ما بيغسلش يده، سواء طبيب أو غيره. يا بس الوقت ولا لسه؟ عفوا قطعت. لا أنا بس كنا جماعة حضرموت نخاف النت عندهم يقطع، فطبعا النقاش هو مش حينتهي، بس خلاصة الكلام هنا أن الموديلينج قد يوصلنا إلى استيميشن، تقدير إلى ما هو البريفلنس أوف كوفيد 19. فخلونا يعني خلونا كذا نخلي حكاية اللاك أوف ترانسبيرنسي أو عدم الشفافية على جنب، ونركز على كيف ممكن نسيطر على المرض. هو احنا المشكله ان احنا زي ما قلت البشر احنا نتصرف احنا بطبيعتنا، بينما احنا بنواجه فيروس هو بيتصرف بطبيعته، ما بيعرفش ان احنا مخبين ولا مش مخبين، يعني هو في النهايه راح يتصرف بطريقته، فاحنا عشان نواجهه ضروري نكون واضحين. هذه بس النموذج اللي ذكرت لكم تبع جامعه واشنطن، توقع الوفيات بناء على الطريقه هذه. هنا بس ابين لكم ايش اهميه ان عندي بيانات كامله. هذا من موقع وولد متر، تمام؟ هذا بيبين الحالات في اللينير واللوغاريتمك، يعني الحالات والوفيات. لو لاحظنا شكل المنحنى متقارب بغض النظر عن عدد الحالات، لكن هل هذا يستطيع يعني يعطيني نتيجة؟ لا، باختصار لا، لأن هذا تحليل تراكمي. لكن لما أتي من الناحية اليومية، الحالات لا زالت ترتفع بالمعدل اليومي والأسبوعي، للآن هنا ما قادوش حجة، تمام، ولكن الوفيات انخفضت نوعا ما إلى حد ما مقارنة بعدد الحالات المسجلة، وهذه ربما يعود لأسباب كثيرة ممكن نناقشها لاحقا. وهذا بالنسبة للموضوع، هذا موضوع آخر. إلى هنا أنا كملت الأشياء اللي عندي، وأفتح أي حاجة في المناقشة وقت ما تتحمل. ألف شكر يا دكتور. طبعا يا جماعة زي ما قلنا موضوع الترصد الوبائي هو يحضر فيه، يعني تحضر فيه دورات وكورسات كثيرة، لكن الخلاصة اللي احنا حاول الدكتور عبد اللطيف مشكور انه هو يقدمها، انه من غير الترصد لن تستطيع ان تعرف ما هو حجم انتشار المرض عندك، ولا بد ان يكون عندنا نعرف ما هو انتشار المرض عندنا، لانه حيتحدد عليها ما هي اولوياتي. هل اركز على كوفيد 19 واوقف البلد كلها بس علشان كوفيد 19، ولا عندي امراض اخرى متداخله لا يموتوا الناس من المكرفس والاشياء الثانيه اللي ممكن اسهل في مكافحتها، وقد نحافظ على حياه الناس افضل اذا كان عندنا بيانات حقيقيه. النقطة الثانية اللي وصلنا لها إنه عندنا معوقات كثيرة، لكن هناك من المعوقات ما يمكن بسهولة تأدرسه، إن يتم التعامل معها. أولاً فهمنا لتعريف الحالة، ثانياً كل واحد في مجاله، سواء من أهلي أو من أقاربي أو من مرضاي أو من زملائي، عنده اشتباه في الحالة لابد من الإحالة لمساعدة أصحاب الترصد على توسيع الشبكة وزيادة السنسيتيفيتي اوف ذير شبكة الصيد. بعدين يدخل المرحلة الثانية، هي التحويل، يعني تحديد من هي الحالات المؤكدة من الحالات المشتبهة، وهنا حنروح لللاب
اللاب طبعا يعني مشاكله كثيره، وتوفر التست وعدم وجود التست هذه مشاكل اخرى، لكن من الافضل انه يكون عندي حالات مشتبهه كثيره تعتمد على الكيس ديفينيشن، واتعامل معها على انها كوفيد 19 الى ان يثبت العكس. اذا ما فيش عندي لاب اقدر برضو اسيطر على المرض اذا بلغت ترصد وبائي كويس، اذا كان عندي حصر لعدد الحالات المشتبهه بشكل كبير. طبعا احنا ان شاء الله انا طرحت اسئله كثيره من وردت من النقاش، حنناقشها بعد في نهايه الندوه. مش انا نسيت، بس تفضل تفضل. ارحب بزميلي الدكتور صالح باسيف. يا اهلا وسهلا دكتور. احنا طبعا زملائنا في الترصد وهو من اصحاب الخبره القديمين يعني، والترحيب جاء في موعده، لانه الان حننتقل للنقطه الثانيه. الان الدكتور عبد اللطيف اعطانا برود بيكتشر اوف الترصد الوبائي والمفاهيم الاساسيه. الان احنا نجي نشوف الناس الابطال اللي على الساحه يورونا ما هي الاجراءات اللي بتتخذها اللي بيتم اتخاذها من قبل فريق الترصد الوبائي في حضرموت لترصد حالات كوفيد 19. وإن شاء الله هيقدم لنا الدكتور صالح، أنا أترك له التعريف بنفسه، وجزاك الله خير يا دكتور أنه عرفت بالدكتور صالح، ونترك له المجال يقول لنا إيش بيعملوا على الفيلد، وإذا في مجال كمان يعمل لنا تحديد لأهم المعوقات اللي هم بيشوفوها هيكون شيء جميل. بعد نقاش الدكتور صالح، بعد البرزنتيشن بتاع الدكتور صالح، إن شاء الله هنفتح النقاش أكبر لنربط ما هو نظري بما هو عملي بمفاهيمنا اللي بنشوفها احنا في الفيلم. تفضل دكتور صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم الله وبركاته. الصوت واطي شوية يا دكتور، لو ترفع الصوت. نشكر كل من كان من دعم و عقد هذا اللقاء. يعتبر هذا اللقاء أول لقاء أحضره على مستوى يعني ممكن نقول إنه عالمي أو دولي، لأنه في أكثر من جهة. أشكر الدكتور. الدكتور قرب المايك شوية لأنه الصوت يروح. أشكر الدكتور اللي من الصوت عنده. أشكر الدكتور عبد اللطيف على هذه الكلمات الطيبة، وأنا أذكره طبعاً وميلي في ترصد الشلل. وطبعا انا من الرعي الاول في الشلل، جيت بعد 2003، وطبعا اشتغل الان كمنسق محافظه ومنسق شلل او منسق الشلل الرخو الحاد في محافظه حضرموت الوادي والصحراء. حقيقه نحن في الوادي الان، اعرف بفريقي، فريق الأستاذ الدكتور أحمد بكير منسق الديوز، وحسين بن حمدون مساعد منسق ومسؤول بيانات في مكتب الترصد في سيوم. حقيقة نحن مع بداية المشكلة الخاصة بكورونا، طبعا نحن كنا مركز ترصد قائم وعامل، وطبعا نحن كنا قليل في العدد، لكن على الأقل الأشياء الأساسية اللي ذكرها الدكتور في موضوع حل مشكلات الإبلاغ الخاصة بالترصد هي المشكلات حسب ما ذكرها، لكن نحن كنا هدفنا الإمبليمنتيشن نفسه للترصد للسيرفيلانس، هو هذا أخذ مننا وقت كبير. وحقيقة أنا طبعاً بعرج بعدين على المشكلات، لكن بالنسبة لمواجهة الهجمة الخاصة بكورونا أو كوفيد 19، نحن كنا في الصورة، وكنا لنا صلنا وجلنا في التهيئة للمرض منذ ظهر في الصين، وكانت يمكن الوادي والصحراء أو محافظة حضرموت الوادي والصحراء كنا مبادرين بعملية التأكيد على الـ على الـ على الـ الأشياء الوقائية أو التهيئة بالضبط بإقامة تنفيذ الخطة، بالاتفاق مع الأخ الدكتور هاني المدير العام،
وعملنا عدة لقاءات خاصة بالمنسقين محافظة وكثير من شكلنا لجان على مستوى المحافظة وعلى مستوى المديريات للقيام بعملية التهيئة. مرت عملية التهيئة هذه، وطبعا كانت اننا خصوصية انه كان في هناك بوابات كثيرة كانت للخارج، كان مطار سيئون والمطار المطارات البرية في المهرة وفي الوديعة. كنا طبعا في بدايتنا كان العمل مقتصر او مركز على عملية الدخول، وقدرنا طبعا مع السلطة المحلية ومع جهات اخرى في ايقاف عمليات الدخول بعدين في نهاية مارس او في شهر ابريل. قامت هناك القرارات من المحافظ من الوكيل، وكان هناك نوعا ما في زخم ما كان يجري. طبعا في اطار التدريب كان درب الفريق الخاص بالمكافحه درب على حساب منظمه الصحراء العالميه في عدن، طبعا شمال المحافظات كلها، وفريقنا كان موجود طبعا منهم حوالي 5 اشخاص حضروا. ولما عادوا في منتصف ابريل جرت عمليات التدريب، ودربنا نحن طبعا فريق الاستجابه، ودربنا مجموعه من العاملين في مراكز العزل طبعا قبل ظهور اي حالات لدينا. وطبعا كنا نحن سعيدين انه كانت المنافذ مغلقه وكانت الامور تعطي نوعا من الامل، لكن طبعا حصلت الموجه الاولى في محافظه عدن، وكنا نحن طبعا المحافظه الثانيه يمكن اللي اخذت حالات من عندهم. فبدايه كان الوباء عندنا كان في الاسبوع 18 بدايه من منطقه الغرفه ومدينه سيئون، وكانت الحالات الوافده هي عائله من اكثر من 5 اشخاص جاءوا مباشرة بالسيارة، وجاءت بعدين أكثر من 3 عوائل كمان في نفس المنطقة. وطبعاً بدأنا نحن بتحريك الفرق الخاصة بالترصد الوبائي، ونزلنا طبعاً وعملنا تقصيات لما ظهرت أول بلاغ من المركز الصحي في المنطقة. بلغ طبعاً هو على حالتين، وكانت الحالتين طبعاً حالات وافدة، وخرج طبيب الاستجابة وأخذ التعريف معه، وكان طبعا كانت حالة إيجابية. كان واحد طبعا كان متهرب من الفحص، وحاولناه بطريقة ما. الشيء اللي عجب اللي ساعدنا احنا هنا انه كان المختبر جاهز، المختبر المركزي في سيئون، وكانت هناك في إمكانية لتهيئة الفحص أو لإعداد أو لفحص الحالات. طبعا كان الآن طبعا الوضع تغير طبعا بحالتين، لكن الوضع الوبائي الآن وضع وبائي شديد. وطبعا الحالات اللي المسجلة عندنا من نظام الإبلاغ الخاص بالترصد، عندنا نحن طبعا نظام إبلاغ نظام طويل، وفي عندنا 80 موقع اللي بلغوا في المحافظة كلها، عندنا 16 مديرية فيها عدد في الإبلاغ. لكن إجمالي حالات الاشتباه لكوفيد 19 حسب التعريف كان 999 حالة، إجمالي الحالات المؤكدة 401 حالة، إجمالي حالات الكوفيد المؤكدة من خارج المحافظة كمان كان في هناك حالات كانت 31، وحالات الوفيات كانت 102. هذه الريجستريد كاسس طبعا في اللي توفت في المرافق الصحيه، ومعدل الاماته كان 25، معدل الهجمه 5 لكل 10,000. طبعا كان في هناك تاثر كبير في المديريات، طبعا شملت البلاغات كل المديريات تقريبا بنسبه 69%. حقيقة هو
الوضع الخاص بالمحافظة، وضعنا الخاص بالمحافظة طبعا وضع شوية كذا معقد، لأنه جزء منها جزء كبير اللي هو حوالي 90% أو 85% كانت مناطق، هي مناطق صحراوية صعبة الوصول، والخدمات الصحية اللي فيها طبعا يعني في مشكلات خاصة بالإبلاغ، في مشكلات خاصة بالإشراف، وطبعا نحن نواجه هذه الصعوبات الأخرى، وظهرت لنا المشكلة الآن مع وجود المرض الأخير هذا اللي هو كوفيد 19. عندنا طبعا الحالات الآن اللي وصلت الحالات، طبعا هي طبعا هذه الخريطة اللي قلت لكم عليها اللي هي حالات المستوى، اللي طبعا الجانب الأحمر هذا كله عبارة عن منطقة صحراوية تنقسم إلى ست مديريات صعبة الوصول، سكان قليل. المناطق الأخرى اللي هي تحت هذه بالألوان المختلفة هي عبارة عن شريط الوادي، ويضم حوالي 10 مديريات أو 9 مديريات تمتد إلى عمد، تبدأ من السوم وتمتد إلى عمد، هذه تحتوي على أكثر من 90% من السكان، حوالي 90 إلى يعني في حدود 90 أكيد يعني. فالشاهد في وضعنا إنه في مشكلة خاصة بتباعد المنطقة، وخاصة بظروف الوصول إليها وظروف الإشراف وغيره بالنسبة للترصد بالذات. طبعا الحالات طبعا في هذه طبعا هذا المنحنى الخاص بحالات الاشتباه الكوفيد المسجلة لدينا، طبعا بدأت من الأسبوع 18، وحصل طبعا زيادة في الحالات في الأسبوع 29، وبعدين في 21، في 24، أسبوع 24 كان وصلت إلى 95. الآن طبعا كانت أكثر زيادة كانت في الأسبوع رقم 29، كانت 135 حالة خلال الأسبوع 29. حصل فيه انخفاض للحالات، وهذا في تفسير طبعا ممكن نفسره بعدين، وطبعا الدكتور عبد اللطيف بيذكره في واحد من الأسئلة حقه. أكيد طبعا ده التأكيد عليه، هذا طبعا علاقة بين المنحنى الوبائي للحالات الإيجابية وحسب الوفيات حسب الأسابيع، ونفسه طبعا الوفيات في كل الأسابيع كانت موجودة، وطبعا الآن في انخفاض في الوفيات واضح. إن هذا طبعا العلاقة ما بين الأتاك ريت أو أتاك ريت بالنسبة للحالات المشتبهة، فعندنا طبعا أعلى معدل كان في مديرية القطن في الأسبوع 10 لكل 10,000. طبعا هذا معدل اللي مات الحالات الإيجابية من الأسبوع 18 إلى 33. أكثر شيء طبعا هنا ظهر اللي هو مديرية العبر، ظهرت فيها حالة واحدة وهي مديرة الصحراوية، وهذه طبعا كانت أعلى حالات هي في مديرية سيهون، الحالات الإيجابية 123 حالة. فتريم كمان كان وضعها وضع مش عادي، وكان معدل الإماتة أكثر في عدد الحالات 246%. هذا طبعا اللي كان الواقع اللي عندنا، توزيع حالات الاشتباه الكوفيد حسب الفئات العمرية، تلاحظوا طبعا انه
تقريبا شمل كل الفئات العمرية، اللي هو الفئة العمرية اللي أقل من 10 سنوات كانت حالة واحدة، ومن 11 كانت 8 حالات. من الحالات من 11 إلى 30 سنة إلى 20 سنة كانت 32 حالة. من 44 إلى 71 كانت هي النسبة الفاصلة أو النسبة الشديدة، يعني يمكن تجاوزت 64%. على كل حال طبعا هذا واقعنا، طبعا علينا ملاحظات بعدين نقولها. طبعا النتائج، الإجراءات المتخذة، الإجراءات طبعا اللي اتخذناها نحن أو الإجراءات للسيابة المتخذة قبل حدوث الوباء، أنا ذكرت جزء منها، وكانت منها التدريب وخطة المحافظة وتكليف غرفة العمليات. طبعا غرفة العمليات كان لها، نحن أخذناها كان طبعا كمواجهة للمشكلة الحقيقية من تزايد البلاغات، وفي بعض الأحيان طبعا مشكلات الخاصة بالإبلاغ وبترتيب المواصلات، ترتيب النقل وترتيب النقل إلى مواقع العزل والمستشفيات الأخرى، خاصة مستشفى القفن كان بعيد، والعمليات الترتيبات هذه كانت تجري عبر غرفة العمليات. غرفة العمليات لعبت دور كبير جدا وعملت يعني خلال 24 ساعة، وكانت تستلم كل البلاغات. حتى نحن كنا نجلس منتظرين الاتصال عبر غرفة العمليات، بحيث انه كان يوزع بطريقه منتظمه عبر وسائل الاعلام. الاجراءات المتخذه اثناء سير الوباء، طبعا استقبال البلاغات اليوميه للحالات، التواصل مع المديريات، تعبئه السجلات الخطيه، التواصل مع الوزاره، تحديد المختبر المركزي سيول لفحص العينات، ارسال تقرير يومي للوزاره يتضمن بيانات الحالات المكتشفه، حصل إجراء عزل المناطق التي سجلت فيها حالات، ومن بينها منطقة الغرفة ومدريسون ومدينة تريم ومدينة القطن في آخر شيء، طبعا في آخر يوليو. إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول، منع التنقل بين المديريات في خلال شهري مايو ويوليو. كانت هذه جزء من الإجراءات التي تم العمل بشكل بزر. طبعا في هناك لجان أخرى، نحن طبعا قيدت النص في مهام، تقريبا مهام الترصد اللي قام بها. طبعا في هناك لجان شكلت، من بينها اللجان العلمية واللجان الاجتماعية ولجنة خاصة من لجنة المحافظة، طبعا فيها أعضاء آخرين من الجهات الأخرى، ونحن طبعا ما أشرنا به هنا. وفي جانب آخر اللي هو الجانب التثقيفي ما أشرنا له، لأنه كان في برنامج توعية وفي مساهمات من قبل الجمعيات الأخرى وأنشطة مختلفة، نحن طبعا كنا مش جزء منها، إنما يعني كانت لها أنشطة مختلفة، وكان مفروض أنها هي برضو تشارك في لقاءات أخرى للتعرف على ما قامت به هذه الجائحة. حقيقة نحن بالنسبة للصعوبات اللي واجهناها نحن مع الوباء، طبعا أنتم لاحظتوا إنه الحالات المرضية الإيجابية كثير حسب ما أوضح الدكتور عبد اللطيف، والحالات المسجلة 999 حتى الأسبوع 33، لكن هل اللي حصل انحسار أو لا؟ فهذه مشكلة أخلي واحد من الإخوان يعقب عليها بطريقة أخرى، لكن عندنا نحن ضغط العمل المتواصل هو اللي أثارنا نحن كفريق محافظة. طبعا نبحث عن الوقت، ما نقدر يعني ما يخلص اليوم ولا نقدر نبلغ، والسبب طبعا تباين المشكلات وكثرة الحالات، وفي هناك تجاذبات حصلت في المستشفيات وفي أماكن أخرى، فهي طبعا مش محل تكرار الآن. لكن صعوبة التواصل مع مديريات الصحة كانت جزء، واسمه عدم القدرة على مسؤولي الترصد المديريات والمواقع على تدقيق جودة البيانات، وبعض الأحيان يرفعوا. طبعا نحن استعملنا خلال أو دربنا العاملين الصحيين في المواقع في فرق الاستجابة
على الالتزام بالتعريف والالتزام بالنماذج الخاصة بوزارة الصحة اللي هو نموذج رقم 7 والنموذج رقم 11. وطبعا نحن اشعرناهم وامرناهم طبعا على اساس انهم يعبوا هذه النموذجين. طبعا انا ما عرضتها الان لكن هي عبارة عن نموذج ابلاغ فوري ونموذج تفصيلي للحالة وين بعد. طبعا معظم الكادر الصحي كان ضمن برنامج الترسل والمديريات والمواقع غير مفرق. هذا اثار جزء من المشكله هي يعني تقريبا مشكله لها فتره طويله. قلت عدد جامعي البيانات كمان مشكلات المستشفى. هذا المستشفى سيئون اللي هو المستشفى المرجعي في عنده ضابط ترسل واحد وطبعا لم يعتمد اي اعداد اخرى من المنسقين في هذا الموضع. عدم اعتماد مدخلي بيانات المديريات. الان كل المديريات تحتاج لانه في عمل يومي وفي عمل ميداني. نحن طبعا اجبرنا كل الفرق على التقصي للحالات يعني يعملوا عمليه تقصي ومتابعه مخالطين بشكل يومي ويتم الحصر لهم ويتم ابلاغهم. طبعا اللاين ليست الخاص بالابلاغ هو لاين ليست مش سهل. في اكثر من 51 معلومة عن كل مريض. فهذا موضوع شاق جدا وصعب. فنحن مش عارفين يجابوا المعلومات هذه من فين لكن أعتقد أنها كانت عبارة عن توجيهات مكان ما أو من الوزارة نفسها وأتعبونا في البيانات تفصيلية جدا. واتصلنا من المواقع الصحية يتأخر البلاغ حقا. هم يريدوا البلاغ في الوزارة يكون الساعة 2 الظهر ونحن يلا يصل آخر بلاغ يمكن الساعة 9 بالليل نظرا للمشكلات الحاصلة. المهم نحن مرينا بفترة عصيبة. الآن طبعا مع انخفاض الحالات طبعا ظهرت مشكلات أخرى في الموقف. وأترك زميلي مساعدي الأخ حسني من حسن حمدون عشان. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم حسني عبد الله بن حمدون ساعد منسق الترصد المحافظة. بالنسبة للموضوع انحسار الوباء لا نستطيع أول أن نتكلم فيه وذلك لصعوبات كثيرة. من ضمنها أول شغلة هي إيش جمع البيانات. مشكلة عندنا كبيرة في جمع البيانات. ومشكلة السجلات هي صحيح تعبئتها لكن المشكلة في تعبئة البيانات. الفوكل بوينت قليل. مدخلي بيانات قليلة. يعني لدينا حالات كثيرة. يعني صعب دخولها. يوميا موجودين بغرفة العمليات موجودين بمكتب الترصد ما قدرنا حتى نغطي الموضوع هذا. كذلك يلعب دور في عملية تقييم انحسار الوباء معالجة الحالات داخل المنازل. الحالات تكتشف من قبل أطباء من قبل عاملين صحيين يتم معالجتها في المنازل. وهذه أكبر مشكلة واجهناها في وباء كوفيد. يعني مش معقول نحن حالات معانا 999 حالة سسبكتد والكونفورمد 401. بل يعني لو تدخل منطقة تعمل مسح يعني بتلاقي يمكن المنطقة كلها أصيبت. ليش لم تأتي لمستشفيات الحالات هذه لم تسجل إنما راحت لبعض الأطباء لبعض العاملين الصحيين للعيادات الخاصة تم عالجتها في المنازل. هذا ما حبيت أن أوضحه. والعفو منكم. طبعا الى حد الان انا طبعا استوفيت ما هو محضر ومستعدين يعني اذا كان في هناك اسئله واستفسارات. والله شاكرين لكم جزيل الشكر. يعني حطيتونا في الصوره البيانات المجموعه واهم الصعوبات اللي بيواجهها الفريق في الميدان. أنا حابة بس أعقب على نقطة قبل ما نفتح الموضوع للنقاش. النقطة اللي ذكرتها دكتور إنه من الأشياء اللي وإحنا من بداية الندوة we emphasize on this ونذكرها مرة أخرى إنه فريق الترصد لن يستطيع أن يقوم بمهامه من غير تعاون العامل الكادر الصحي. المجتمع يواجه وصمة مرتبطة بكوفيد 19 ولذلك الناس تتردد كثيرا في الذهاب إلى المراكز الصحية وهذه حلها بالوعي
ومبادرة حضارم في مواجهة كورونا بذلين مجهود كبير في رفع الوعي للناس بأنه كوفيد 19 ما هوش وصمة، وفي ناس كثير بتشتغل على الموضوع هذا. لكن استشيم يعني شيء مخزي أنه العائق الثاني اللي هو أفضل يعني أسهل في التعامل معه، أنه أنت كطبيب أو ككادر صحي بلغ عن الحالة، حاول تفهم ما هو الكيس ديفينيشن وبلغ عن الحالة لتسهل مهمة الترصد الوبائي. الجماعة أكدوا على نقطة أنه الناس ما بيعبوش الاستمارة بشكل كبير، صحيح فيها أكثر من 50 معلومة مطلوبة، لكن هذا الوقت القصير اللي حيفلغه الكادر الصحي أو الشخص الطبيب أو العامل الصحي في تعبئة البيانات حيساهم بشكل كبير إلى في تحسين أداء الترصد الوبائي على مستوى البلد. فخمس دقائق من عندنا أو عشر دقائق من عندنا إكسترا، it will lead to huge change in the quality of data اللي ممكن يجمعوها فريق الترصد. هم بيشتغلوا بكادر قليل ومنهم من أصيب والمنطقة كبيرة والربط. تفضل. تفضل دكتورة. تفضل. بالنسبة للواحد وخمسين خلية أو موضوع بالنسبة للسجل، هذا السجل يتكلم عنه الدكتور عن سجل الحالات فقط، عن سجل الحالات فقط المسجلة، لكن لدينا سجلات أخرى من ضمنها سجل المخالطين. إيش رأيك لديها في نفس السجل متابعة يومية بالفيتال ساينس؟ يعني كل شيء، يعني خرج ولا ما خرج، وين راح، يعني أشياء معقدة كبيرة. كذلك لعب كثير دور في الإبلاغ مشكلة الحوافز وما حوافز بين الأطباء والعاملين الصحيين، هذا لعب الدور كبير في هذا الموضوع. صحيح. طيب الآن أنا حابة نفتح، طبعا إحنا كان من المقترح يعني كنا وقت الندوة المفترض أنه من ساعة ونصف إلى ساعتين، قلنا نشوف كيف يعني حيمشي الموضوع، وواضح أنه يعني في أسئلة كثيرة، بس خلونا الأول نفتح النقاش. هل في أحد من الحاضرين عنده استفسار أو سؤال ملح يحب يطرحه الآن؟ دكتورة مريم. تفضل دكتور حسن. سؤالي للأخوان في سيئون، ما شاء الله تبارك الله جهودكم كبيرة وبذلتوا جهد، رغم أن على ما شفت عددكم قليل جدا على المديريات المترامية. احنا في الساحل في الوادي والصحراء يمكن أكثر محافظة في اليمن كمساحة. سؤالي الشباب اللي تم تدريبهم في ذكرت أنه تم تدريب شباب من فرق الاستجابة السريعة في كل المديريات، هذول الحين هل هم شغالين معانا موجودين في المديريات ويقوموا بالتبليغ، ولا هم ما أن ما فيه حوافز توقفوا عن الشغل، أو إيش الوضع بالضبط؟ ليش أقول كذا؟ لأننا في المبادرة ناويين نبدأ من الأسبوع الجاي إن شاء الله في الساحل، لأن الحالات كثيرة في الساحل، في شباب متطوعين بيشتغلوا معنا، ندربهم وبيشتغلوا مع الأطباء مع الممرضين مع فرق الترصد مع فرق الاستجابة السريعة في تسهيل هذه المهام، التبليغ عن الحالات، الوصول للحالات في البيوت، عمل الفحص في البيت، إعطاء أكسجين لمن يحتاجه في البيت. هل الوضع الآن في الوادي توقع أحسن من الساحل بكثير، لكن هل فعلا الشباب اللي عندكم شغالين إلى الآن اللي تم تدريبهم هل يحتاجوا مساعدة تطوعية؟ هذا سؤالي. شكرا، سؤال وجيه جدا. أحمد بكير مسق اليديوز. طبعا الفرق اللي تم تدريبها الآن شغالة في الميدان. طبعا هم في بعض مديريات يعانوا من إشكالية إنه عدم تعاون المجتمع نفسه، لما يخرجوا للمواقع يوصلوا البيوت ما يلاقوا الترحيب الكثير بهم، يعني بحيث أصبح في الخوف من الوصمة، إنه في ناس مش قادرة إنها تستقبل فرق الاستجابة اللي تزور البيوت، يعني لا تجي للبيت، يقول لك لأنك لما تجي للبيت تسبب لي مشكلة مع الجيران مع المجتمع كله، يعني هذا المشكلة اللي حصلت لكثير من الناس، وهذا هو جزء كبير اللي أخفت كثير من الحالات اللي ما تجي للمواقع الصحية، وبالتالي بدأت حالات تعالج في البيوت، والآن يعني اتخذت سياسة أخرى اللي هو مكتب الصحة صار
شايف العملية إنها بتطول كثير، فحاولوا إنهم يسهلوا للحالات المرضية ويأخذوا الأكسجين إلى البيوت، وهذا ممكن يساعدنا في تسجيل الحالات اللي هي ممكن تكون مخفية في البيوت وتتعالج في البيت يعني، وربما يكون جزء من العلاج النفسي إنها الحالة تكون موجودة في البيت، لكن هذا ما يمنع إنها تأتي للمستشفى، أو ربما إنها الحالات لما تتأخر في البيوت كثير تأتي في حالة حرجة وصعب إنقاذها في المستشفيات. جميل جدا. إذا نقدر كمل فرق الاستيعاب دربت، لكنها من وجهة نظري أنا إنها تحتاج تدريب أكثر يعني حول في تمكين في عملية التمكين، في تدقيق البيانات، في سرعة الاتخاذ القرار، في يعني على التدرب على آلية التحليل وتقييم الوضع. جميل. تقريبا عددهم يا دكتور كم عدد فرق الاستجابة؟ 90 في كل مديرية، 5 أفراد من بينهم مدير مكتب الصحة من ضمن الفريق. ما شاء الله، جميل جدا. إذا نقدر نشتغل مع بعض معكم مع فرق الاستجابة في المبادرة مع متطوعين من كل مديرية موجودين في شغلتين: شغلة الوعي للناس، التوعية مرة مهمة أن كورونا ما هو عيب ولا هو وصمة، وإن إحنا جايين هنا عشان نساعدكم، إحنا هنا لنساعدكم، ما نبغى نشحر في أحد ولا شيء. اللي بيتعالج في بيته يتعالج في بيته، اللي حالته تسوء نتواصل معهم مبكرا بحيث يروحوا للمستشفى، ما نبغى حالته تسوء لدرجة خطيرة جدا. صدقوني الناس أعداء لما يجهلون، فقط الناس أعداء لما يجهلون، دائما هكذا يخافون من شيء ممكن يأثر على سمعتهم، أو يخافون أنهم يروحوا مكان وينعزلوا عن أهلهم فترة طويلة، لكن هم في الأخير شدي ما قال دكتور عبد اللطيف، شعبنا شعب متعاون. صحيح. دكتور عبد اللطيف كان عندك تعقيب، تفضل دكتور. القضية إنه طبعا أنا أشكر الزملاء يعني على هذا العرض اللي خلانا في الصورة كيف الوضع عندهم، و أنا واثق إحنا في اليمن معانا كثير من الكوادر والكفاءات في مجال الترصد وخبرات. للأسف إنه ما في وعي بأهمية الترصد عند الناس وعند الكادر الصحي وعند إداراتنا الصحية إلى الدرجة الكبيرة، لأن الترصد الوبائي في كثير من الأحيان تقريبا اللي بتقوم بمد يد العون لا هي فقط الصحة العالمية يعني، ومش هذاك الدعم زي منظمات أخرى، ولذلك البرامج الأخرى يمكن مربحة للناس ولأنشطتها. الجانب الآخر، الترصد الوبائي فيه عبء كبير قائم على الأفراد، يعني زي ما كنا عملية منتظمة ومستمرة، يعني كل أسبوع لازم يذهب شخص يجمع البيانات، ولازم تدخل هذه البيانات، ولازم ترسل هذه البيانات بشكل مستمر، وهذه عملية ما هيش عملية يعني نستبسطها لما نكتب ongoing process وخلاص، لكن اللي بيعملها بشكل دائم حتى الناس في بعض الأحيان توصل إنها تمل منه، يا أخي مشي عنا يعني كل شوي وأنت عندي. فهذه مسألة أخرى يعني تحتاج إن إحنا نرفع وعي القيادات الصحية والقيادات المجتمعية. أذكر الله يرحمه الدكتور فواز شهاب من الأردن، وعمل في اليمن وتوفي في حضرموت أثناء حملة حصبة، حصلت له جلطة قلبية عام 2004. كان يقول إحنا عندنا في الأردن الترصد زي خروف العيد، إحنا عندنا لا هو ملحق لا في العيد ولا في غير العيد، يعني لا أحد مهتم فيه في العيد ولا ولما تأتي البلاء تقدم. فقال يعني بيحاول يعطوا إمكانيات، يعني يعطوا نوع من الوضع، يعطوا مثلا لما حصل عندهم كوفيد كانوا يفطروا فرق الترصد في الأردن في الشارع، لكن كانت يفطر كان معهم سيارة مكيفة وكان يأتي لهم فطورهم وكان يأتي لهم كذا. احنا عندنا للأسف الاهتمام هذا يمكن لو يحصل لهذه الدرجة بيكون ما أدري قليل، لأنه يقول لا ايش بيعمل الترصد، يعني ما حد فاهم انه هذا الان الجهد انا عشان اشوف ارى
أرى كيف المرض ينتشر وكيف يسري في مجتمعي، أحتاج هذا الشخص اللي يرصد واللي يجمع المعلومة ويأخذ البيان. أنا بطلب منه مسؤوليات وبقول عليك قصور وفي ضعف في النظام الصحي في نظام الراصد لسبب نتيجة كذا، وأطلب منه تصحيحه، لكن لا يمكن أن يتحرك بدون ما أعطيه الإمكانية لهذا التحرك. يعني أنا أعطيه الإمكانية ثم أحاسب على هذه الإمكانية. ومع ذلك يعني أعتقد أنه في جهود جبارة جدا تبذل من فرق الترصد، ويعني ولازمنا نطلب منها إن شاء الله يعني أكثر من ذلك، مع وجود دعم يعني وتقدير يعني على الأقل تقييم أو تقدير لهذا الدور الكبير، لأنه إحنا في النهاية هنا كثير من يعني نشوف اللي عرض البيانات، لكن هذا الرقم علشان يخرج في شخص تعب فيه، في شخص تعب وسجله، في شخص راح وما رضوا يفتحوا له الباب وما رضوا يتكلموا معه، يعني في شخص يعني ذهب من وجهه علشان يجيب هذا الرقم، وفي النهاية هو يجلد. يعني صحيح أنا أقوله حسن ضبط أرفع، لكن يجب أن يكون هذا وفق آلية وفق نظام وفق منهج معين نستطيع أن احنا نعزز النظام في بلدنا. يعني صحيح. يعني هذه ناحية نذكر يعني في أحد المرات من أذكر الشباب، بس كنت أعمل في عمران، وكان في 2004 كان أول يوم في رمضان، خرجت من البيت مبكرا بحيث أوصل على موعد الدوام الساعة 10، وصلت لمديرية حر سفيان، يعني مريت حوث حر سفيان وبعدين رجعت الحوث عشا والقفلة، وإحنا راجعين معنا دليل من هناك أذن المغرب وإحنا في منطقة قبل ما نوصل حوث، وأذن المغرب فكلنا نذهب لأنه كان في وباء حصبة، يعني فكلنا نذهب نفطر عند صاحبنا، نأخذ كم شوية زبادي والخبز، فذهبنا فطرنا عنده وخرجنا وجدنا قطاع في الطريق، قطاع يأخذ السيارات الحكومية. يا رجل إحنا في خدمة، إحنا في كذا. فالمهم من الألم قلت للراجل، قلت يا أخي انتهى، ليش إحنا مرينا من هذا الطريق 5 مرات اليوم، يعني هذه المرة الخامسة من هذا النقطة نمشي، ليش الآن تقطعت؟ وقال النهار رمضان. قلت يا أخي لكن الله سبحانه وتعالى أحل ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم مش قطع الطريق. فضحك الرجل وقال خلاص امشي، يعني خجل. ففعلا في أشياء يمكن الزملاء أيضا يجدوا أشياء كثيرة يعني لو ترصد في حياتهم. يعني أنا أذكر والله أنه في أحد المرات وضع البندق على رأسي علشان أخذ السيارة وإحنا نازلين في مكافأة في أحد المناطق. ففي أشياء كثيرة يمكن إحنا ما نراها يعني، لكن هذا الرقم اللي بنشوفه هو ما جاء كده من فراغ، على الرغم إن إحنا ممكن ننتقده، ممكن إحنا مثلا لو أقول للزملاء الآن قد بدأت تخف الحالات، لو تحول الأرقام إلى انتشار بحسب تاريخ بداية الأعراض، وإذا النسب هذه تتحول إلى نسب على نسب الفئات السكانية بتكون أدق للتحليل، هذا بيكون اسمه. أعتقد هم معهم الفكرة، يعني ما يحتاجوا يعني الدكتور صالح وإحنا وياه تقريبا بدأنا في 2003 في السيرفيلانس، يعني يعني ربنا يوفقهم ويسر أمورهم إن شاء الله. دكتور عبد اللطيف، أنتوا الآن في الخارج، أنتوا لكم علاقات بجهات دولية يمكن أحسن منهم وأحسن منا، فوالله نتعشم الكثير. تعرف وضع دولتنا، وضع دولتنا ربما ما نتعشم منها الأمانة. يعني هي ربنا سهل، يعني والحد بيحاول أنه يصل الفكرة والرؤية لكل الناس اللي يعرفهم، يعني هذا الشيء مؤكد. لكن احنا وضعنا للأسف في اليمن وضع صعب، معقد جدا، صعب ومعقد، و ما حبش ادخل في الواقع اسمه، لكن لازم نتفق احنا مع ادواتنا حتى نستطيع ننجز اشياء. الباقي لنا هي جهودنا الشخصية يعني بالاغلب، لكن أعتقد أنه كل واحد منا عنده مسؤولية، أنه كل علاقاته وكل معرفته وكل مكان يذهب إليه، لأنه لا يجب أن يعني يوصل رسالة البلد ورسالة احتياجات الناس إلى اللي يعرفه، هذا يعني شيء مؤكد. صحيح. يعني إن شاء الله يمكن أرجع قريب وتواصل مع زملائي، ادعوا لي بس إن الله يوفقني فيما أنا ماضي فيه. يا رب الله يوفقك.
وإذا في بالنسبة للاحتياج للتدريب وكذا، احنا المرة الماضية كنا شيرنا منظمة الصحة العالمية عاملة أونلاين تريننج فور فري، لكن يحتاج تواصل بالإنترنت. إذا في أي موضوع آخر حبيتوا إن احنا مثلا ندرب فيه الفريق أو يعني نرفع من مستعدة يعني معاكم مستعدة، وأنا كمان مستعدة بالسيرفيلانس ولا يهمكم، يعني كل أعذارهم عارفها وكل الأخطاء اللي عليهم تقريبا بستوعبها يعني. وفي عندنا إن شاء الله في توجه في منظمة أطباء اليمن في المهجر إنه نعمل برنامج تدريبي في الوبائيات بشكل عام، إذا حد حابب إنه يتخصص في هذا المجال أو يرفع من قدراته حتكون في يعني كورسات صغيرة، منها جزء في الترصد، منها جزء في الوبائيات بشكل عام، منها في قراءة البيانات الوبائية وكذا. فهذه من الأشياء اللي احنا نقدر نساهم فيها إن شاء الله، وإذا في أي أشياء أخرى الفتوا نظرنا، عندنا المجموعات الصغيرة يعني ياريت تشاركونا يعني إذا في مقترحات، لأنه الواحد لما يكون في الميدان هو أكثر واحد يعرف إيش ممكن كيف ممكن تتحل المشكلة، لكن يظل الحلول اللي جاية من برا في معظمها نظرية. فلو تشاركونا في المجموعات الواتس بمقترحات أو كيف تحبوا أن أنتوا نساعدكم، وإحنا إن شاء الله نتدارسها ونشوف كيف ممكن تتعاون المنظمة منظمة أطباء اليمن في المهجر مع المبادرة بالتعاون مع مكتب الصحة، كيف ممكن نوصل إلى تحسين دور الترصد الوبائي بقدر الاستطاعة يعني. دكتور محمد باجابر يبغى يتكلم. تفضل دكتور محمد باجابر. أصل الميكروفون مغلق. ما نسمعك يا دكتور محمد باجوبير. تفضل. نعم. باجوبير. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. رغم أني ذهبت للصلاة 10 دقائق يعني لأن وقت الصلاة، لكن سمعت أغلب المحادثة. بس الملاحظة البسيطة، طبعا أنا أعمل في الرياض في مستشفى الملك سلمان، وعندنا تجربة في حكاية مكافحة الكوفيد، وهو يعتبر مركز متقدم في علاج الكوفيد 19. الشيء المهم الذي يعني أنا طبعا كلينيشن، لهذا جانب آخر بالنسبة للترصد الوبائي. الترصد الوبائي الآن حاليا يعني تجربة الرياض أو في العالمية أيضا إنه ضروري أن تكون مهدفة، بمعنى إنه ليس السكرينينج العام، يعني نريد أن نتابع مريض، لا مريض انتقل وين راح وين جاء، هذا طبعا مرحلة قبل 6 شهور. الآن وصلوا الناس إلى قناعة إنه خلاص بان إنديميك أوريدي، دخل في كل مكان، يعني العدو داخل بيتك وداخل قريتك وداخل مدينتك، هتعمل إيه بالترصد الوبائي العام الشامل؟ لكن بقية طبعا لما تشوفوا الآن في العالم يترصدوا في أماكن معينة، مثلا مدينة معينة، قرية معينة، حي معين، شيء هذا ممكن يستفيد منه يعني الشيء المعمول. حتى في الرياض الآن في المستشفيات اللي في الرياض غيروا طريقة الترصد نفسها، طريقة الترصد الآن في العيادات الخارجية وفي البولي كلينيك يفحصوا المرضى، ما بيفحصون في المستشفيات لأنه أصبح عبء، كل المستشفيات أصبحت كوفيد، الناس تهرب من المستشفيات. يعني كنا نشتغل حوالي 24 ساعة في المستشفى في شهر إبريل ومايو وكذا. أيضا تجربة عدن، لو تلاحظوا تجربة عدن، مدينة عدن عندما بدأ ظهور فيها المرض كان انتشار بشكل في شهر إبريل شهر مايو، وكان شيء مهم جدا أنه عملوا لنا إحصائيات أصحاب الترصد بكل شهر مقارنة بالأشهر السنوات الماضية، فكان ارتفع فترة معينة بسيطة. الشيء أيضا المهم أنه أنتم الآن عندما تعملوا الترصد وباي ضروري يكون في هدف واضح معين محدد، عايزين نعمل الترصد هذا من أجل الهدف اللي التارجت اللي بنوصل فيه. مثلا انا وجهة نظري انا الشخصيه انه كل الشرق الاوسط ودول الخليج وافريقيا واليمن طبعا منها، انه في هناك اميونيتي خاصه تمنع انتشار الوباء، سواء اللي يقولوا عليها القطيع او كوميونيتي وكذا، لكن انا اشوف انها في حاجه اكبر من كذا، اللي هو في اميونيتي للجميع وليس للقطيع، في يعني اميونيتي للقطيع وفي اميونيتي للجميع. احنا في اليمن وفي الدول الخليج كثيرين من الناس انفحصوا يطلع عندهم بوزيتيف ولا يكون التاثير بشكل مثلا احنا في اليمن او في السعوديه 20 مليون نسمه،
مقارنة بأمريكا المفروض أمريكا حوالي 200 مليون يموتوا في أمريكا حوالي 1000 شخص 1000 شخص death وليس infection مشان ما نقول ما عندنا screening ما عندنا تحري وبائي حتى نكتشف المرضى الموتى الموتى الذين يموتوا في أمريكا أقل حاجة الأيام هذه طبعا نزلت وطلعت وكذا وصلت لحد 2000 2000 شخص mortality وليس morbidity ولا infection مفروض المفروض مقابلها في اليمن لا يقل عن 100 أو في السعودية أيضا أو في دول الخليج بشكل عام على الأقل 100 وفية في يوم 100 وفية لم تسجل في أعلى انتشار الوباء لم تسجل هذه النسبة أنه 100 مريض أكثر ما طلع في الرياض مثلا أعتقد ممكن يا دكتور اسمح لي نعم. في هذه النقطة في هذه النقطة أنا ممكن أرجعك لكتاب في اليمن في التاريخ كتاب للقاضي محمد الأكوع اسم الصفحات من تاريخ اليمن وقصة حياتي الجزء الثالث تمام هذا ذكر في عام 1918 لما حصل وباء الإنفلونزا وكان عالميا نفس القصة شوف في دول يعني دخل وكانت وفيات كثير وفي دول كانت وفيات أقل باختلاف تختلف الصورة صاحبنا ذكر اللي حصل في اليمن وهو كان يذهب للمدرسة يعني صار قضاء وكذا كانوا يعني في نوع من التعليم فمما ذكره أنه كان في شخص تركي موجود في المدينة على باب دمار الشرقي وكان يكتب الجنازات التي تذهب إلى المقبرة من ذلك الباب فقط الباب الرئيسي دون ذكر الأبواب الأخرى ودون ذكر الأماكن الجنازات الأخرى قال كان تذهب 350 جنازة يعني في اليوم وقال وكان بعض الجنازات يدخل فيها 2 أو 3 إذا كانت الأسرة تمام قال بينما لما جلسوا في مجلس والده الناس قالوا كان مرت حالات في أبوك كان في صنعاء وقال بس كان في هناك سعلة بتمشي في الجوامع سعلة منتشرة بشكل عجيب غريب لكن ما حصلت نفس الانفجار بالنسبة للوفية في اب تقريبا ايضا كان وفيات قليله تمام بحسب ما كانوا يتناقشوا في المجلس فهذه الطبيعه الوبائيه لن نعرفها الا بالرصد انا لما اتكلم عن الرصد كاجراءات قلنا انه شيء قابل للتحديث يعني اليوم انا ظهرت معي حقائق وعلى ضوءها اغير في اجراءاتي لكن ليس معناته عمليه الرصد لازم تكون مستمره في السعوديه وبياناتهم لا زالت يوميا تظهر كل عدد الحالات كم وفين منتشرة وكم زادت يعني لا زالت موجودة إجراءات المتابعة والعزل لها دور كبير في الحد من هذا الانتشار وفي الحد من المضاعفات بل أخص حماية كبار السن اللي حاصل في أمريكا احنا كلنا نرى كان في استهتار غير عادي بقضية الإجراءات بينما في الدول اللي وفيات فيها قليلة كانت الإجراءات على وتيرة عالية استعدادات المستشفى على وتيرة عالية خسرت الكثير من الناحية الاقتصادية وفي نفس الوقت قامت بعزل وعلاج الحالة فبالتالي الإجراءات الأساسية هي متشابهة لأن الوضع المرضي بالنسبة للحالات كوفيد ما بتنقصش عالميا لا زالت تزداد لا زالت في ازدياد بالنسبة لموضوع الوفيات ونسبها يمكن من البيانات اللي في السعودية جيدة وفي السعودية ودول الخليج عموما لأنه بتفحص حالات كثيرة ولما تفحص حالات كثيرة تطلع لك النسبة قليلة لكن كعدد أيضا عدد قليل هل هذا مرتبط بشيء في الإميونيتي هل هو مرتبط بفصيلة الدم زي ما يقولوا فصائل A و B و O هذه أشياء هي تحت الدراسة ونظريات موجودة لكن يظل لابد من الترصد كأداة ليسجل للحالات ويسجل لانتشارها ويعمل للحالة هذه مع من اختلطت يحاول يقلل منها لا تزال هذه كأداة لا تزال فعالة وموجودة أعتقد في السعودية ما توقفت يمكن نمط معالجة الحالات نمط عزلها تغير وهذا نسميه تغيير أو تحديث في الإجراءات لكنه ليس تحديث أو مثلا إقالة لموضوع نظام الترصد الترصد كعملية مستمرة الشيء والترصد في مفهوم يعني ككونسبت يعني يستخدم كمسوحات وكذا في أوقات محددة هو شيء آخر لكن هي لازم توجد إدارات
تعمل على مجموعة من الأمراض تستقبل بياناتها بشكل أسبوعي، وإذا في انتشار وبائي حتى بشكل يومي. فهذه المفهومين طبعا ما يناقضش كلامك في اختلاف الإجراءات، لكن هذه ليست يعني معيبة في موضوع الترصد. والترصد يعمل هكذا لأنه زي ما يقول المثل، إحنا ما بدأ بدينا عليه، يعني الشيء اللي يتضح معنا من حقائق يخلينا نغير في نظام الإجراءات. أتوقع أن يكون وضحت الصورة يعني. دكتور محمد. أيوة إن شاء الله يكون وضحت الصورة. بس اللي قلته أنا إنه الترصد الوبائي الآن حاليا تغير بالنسبة لنا نحن كتجربتنا، إنه يكون في حدوديات معينة. مثلا الدكاترة بتاعت الجامعة والكذا ظل أعتقد الآن فترة عملهم يكون أفضل، يعني كومنت بتاعهم أفضل. حكاية الأمينيتي وما أمينيتي تخصص ناس معينين، لما تترصد ما تترصد للناس كلها. يعني الآن في دعوات للترصد في المكلى. أنا معك للدراسة. جروبات سمع الدكتور في ترصد إنه يعملوا سكرينينج لكل البلد، وهذا خلاص الآن عفى عليه الزمن. يا دكتور أصلاً هذا معينة في ناس معينة ممكن تعملوا الترصد. أنا معك. أنا قلت لك الترصد ككونسبت يختلف عن الترصد كسيستم. الترصد ككونسبت أنا بالآن شفت أشوف كم مناعة الناس عندي، إيش أعمل سيرفي في وقت واحد، أروح أعمل مسح تمام. وهذه مش شرط إدارة ترصد تعمله، لكن صحيح. أنت عندك نظام ثابت لازم تأسسه وتثبته لتستقبل كل الأمراض. شيء جديد بدأ ظهر، كيف هتستطيع ترصده وتجمع بياناته وبعدين تشوف هو خطير ولا مش خطير؟ يعني اللي حصل مع فوفيد ما حد يعرف كيف كان، يعني أول ما بدأ ما حد كان عارف كيف بتكون التوالي 100%. يعني كل شيء توقع. حتى الآن الأميونيتي في أول شهر أول شهرين ما كان معروف، لولا أنه فيه آليات موجودة ثابتة تسجل الأمراض الجديدة وتأخذها وتفحصها كآليات رصد، ما كان فعلا سرعة الاكتشاف هذه يعني سريعة زي ما حصلت هذه المرة. هذا القصد، يعني مش قصد أنه إحنا فيه معنا شيئين، فيه كونسبت السيرفيلانس وفيه سيستم. السيستم هذا جزء إدارة ثابتة تشتغل بشكل كآلة، دائما 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 تعمل ودائما تسجل ودائما ترصد. وهذا لا يعني إلغاء دور الآخرين أو دور المسوحات أو دور المختصين، يعني هذا مش حاجات متضاربة مع بعضها. احنا ما نتكلم عن تضارب، عن عملية تكامل. كيف سيعرف الإنسان أنه هذا الموجة هذه حصلت إذا لم تسجل الحالات؟ كيف ستعرف المرض الجديد إذا لم تقول لك والله في شيء غريب بادي ينتشر في عدد كثير من الحالات الآن بادي يزيد؟ ما هو كذا؟ هذا السؤال تأخذه من الترصد وبعدين أخذه المختصين يحللوه يفحصوه يعملوا فيه. ولذلك نقول نشر المعلومة لذوي الاهتمام على أساس هم يدخلوا في تفاصيل أكثر وأدق. طيب إذا تسمحوا لي بس نذكر بما بدأنا به الندوة، إحنا كلنا على أساس نوضح الصورة ونخليها أوضح. في كل مرض إحنا عندنا مايلد ومودريت وأسيمتوماتيك وفيتال كيسز، هذا الهرم اللي يدخل فيه كل مرض من الأمراض. إلى الآن ما إحناش عارفين كم نسبة الناس اللي بيكون عندهم كوفيد وبيكونوا أسيمتوماتيك، ولن نستطيع أن نعرف بدون ما يكون عندنا سيرفيلانس وعندنا ديتا. كل ما هو مقدم أو يتم رصده أو كتابته في المراكز الصحية هي الحالات السفير والفيتل والناس اللي هم بادروا يروحوا إلى المستشفيات والمراكز الصحية. فما يقدم في المستشفيات إذا لم يكن عندنا نظام سيرفيلانس سنظل ننظر إلى قمة جبل الجليد فقط، ولن نرى ما هو تحت. في تحت مصيبة كبيرة، السفينة إذا لم ترى هذا قاعدة الهرم قاعدة جبل الجليد ستصطدم وحتغرق السفينة كلها. الآن النقطة الثانية، في عندنا حلين علشان نشوف قاع الهرم. في عندنا ثلاث options، يا إما نشوف قمة الجبل، وهذه إذا لم نتخذ أي سيربالنس أو سيربي. الحل الثاني نحن نرمي الشباك ونحاول نصطاد أكبر عدد ممكن من الحالات، وهذا ما يقوم به السيربالنس. الحل الثالث وهو الأفضل، مش الأفضل، الراديكال سولوشن، إن إحنا نجيب غواصين وننزلهم تحت يلقطوا السمك كله، هذا ما يقوم به السيرفي. فثلاث أشياء
نفرق بينها. إذا اعتمدنا فقط على الحالات المسجلة، إذا نحن نظل نشوف إلى قمة جبل الجليد. إذا استخدمنا نظام الشبك وهو نظام الترصد، سنحصل على أكبر عدد من الحالات ونحصرهم ونمنع سلسلة الوباء أنها تستمر. اللي ما هو مطلوب الآن اللي هو غير مطلوب الآن بالنسبة لنا كدول فقيرة ومصادرها محدودة، إنه نقوم نعمل سيرفي لكل الناس ونحدد بالضبط كم عدد البريفلنس. هذا شيء فوق طاقتنا كدولة فقيرة، ولذلك لا نطلب به. النقطة الثانية اللي نحب نأكد عليها، إنه في أي وباء في ثلاث عوامل أساسية بتأثر على مدى انتشار هذا الوباء، هو الفيتاليتي ريت. ما هي مناعة الشخص المجتمع هذا؟ ما هي مناعته؟ هل تعود على المرض وكون مناعة؟ ولذلك الفيتاليتي ريت كانت للكوفيد 19 في أول ما يدخل تكون كبيرة جدا، لأنه زيرو مناعة. بعد كذا بتتشكل المناعة. الشيء الثاني اللي يحدد عدد الجرعة اللي أخذتها من الفيروس، وفي عوامل بيئية. أكيد في الوينتر قد يختلف عن الصيف، بيئة الناس بيأكلوا فيها فيتامين دال بحكم تعرضهم للشمس، قد تكون عرضتهم للإصابة بالكومبليكيشن أقل. كل هذه العوامل غير مفهومة الآن إلى كوفيد 19، ولذلك يجب أن احنا لا نتسرع أن نقول والله المرض موجود أو غير موجود بشدة أو بقوة في بلد ما إذا لم يكن عندنا ترصد وبائي. الترصد الوبائي القوي والسجلات القوية هي اللي حتخلينا نعرف إذا كان المرض موجود بدرجة mild or moderate or severe. أعتقد هذا هو الconclusion للنقاش، ويظل النقاش مفتوح. ونتفهم طبعا أنه قد يكون في argument هل نمشي في هذا ولا في هذا الاتجاه، لكن الخلاصة أنه بدون surveillance، بدون وجود شبكة قوية، لن نستطيع ان احنا نعرف ماهية الوباء وابعاده، وبالتالي يصعب التخطيط للمكافحة. طبعا احنا الان عدينا الوقت المطلوب للندوة بثمان دقائق، ولكن نشكر لكم جميعا على الأسئلة والتفاعل والحضور. وانا شفت ان الناس بدأت، يعني زودنا عليهم ربع ساعة فوق النص ساعة اللي طلبناها. فهل في حد عنده أي تعقيب قبل ما نختم؟ توصيات يا دكتورة، توصيات اللي نبغى نخرج فيها. أنا recommendation. أيوة، أنا أقترح أول شيء اللي قالوا الأخوان في سيئون، اقتراحات وحلول هذه نحطها كتوصيات نناقشها إحنا في المبادرة مع الأخوان في مكتب الصحة، دكتور هاني العمودي، الأخوان في كل الداعمين لنا من كل الجهات. هذه واحدة كتوصيات نخرج فيها. ونضيف إليها الفكرة اللي قلنا فيها، أننا نبحث عن متطوعين وندربهم ويكونوا معانا في كل المديريات، نبلغ عن الحالات ونوصل للحالات للبيوت كتحليل بي سي آر متوفر وممكن ينعمل، والآن بحمد الله صار رخيص جدا، كأسطوانات أكسجين متوفرة عندنا في مخازن الصحة في الساحل الوادي نوصلها لهم، والحالات الصعبة لما تصير حالات متقدمة يكون على تواصل معهم نجيبهم للمستشفى بدري ونوعيهم كذلك. إضافة ممكن يا دكتور لو سمحت لي، أنه صدر. ممكن نربطهم بشبكة، معنا شبكة للعناية المركزة في أخصائيين، يعني مع الأطباء مع العناية المركزة، وأظن موجود هذا، لكن أيضا نفعل دورها أكثر وأكثر إن شاء الله. جميل. المساعدة يعني التقنية المختصة من رؤساء أقسام في عدة دول. جميل. دكتور ماهر كنت عايز تتكلم؟ لا، تقريبا نفس الكلام بس يكون على شكل نقاط. اللي هو your recommendation. طبعا المجهود اللي يبذل في البلاد لغاية الآن more than what we are expecting. نحن برا على الظروف العامة للبلد، الناس يعملوا حاجة بصراحة كأول تجربة في حياتهم، كلهم أولاد شباب، يعني كلهم في أقل من 40، مش زينا نحن فوق 50 وكذا متكلمين ومتحدثين واللي حولهم. فنحن نلخص اللي هو الريكومنديشن بالنسبة لنا، إحنا دورنا نحن نساعدهم اللي نعمل جيد وممتاز وأكثر من المتوقع. إذا نحن الآن to improve it more واجبنا نحن كمبادرة زي ما قال تفضل الدكتور حسن، متطوعين، إيجاد متطوعين يساعدوا في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ
الترصد الوبائي، يعني يكتبون معهم كتبه وهذا وهذا الى اخره، او داتا بيز متطوعين في التثقيف الصحي، هذا مهم جدا يكونون اثنين. بعدين دورنا نحن في التدريب، اللي نحن في الخارج يعني اونلاين الان تدريب سهل الامور يعني بطريقه غير رسم. ثالث شيء هو السبلايز، والسبلايز تقريبا الان حلت مشكلتها والامور كويسه من احسن ما يكون. هذا الثلاث الاشياء نحن اللي عملناها، متطوعين، تثقيف صحي، تدريب. اعتقد ان الشباب بيعملوا نتائج احسن من كذا، لا تتوقع اكثر من العمل في الوقت الراهن في غياب دوله كامله، مش سلطه محليه، دوله كامله يعني حكومه كلها مش موجوده. جزاهم الله خير، اللي يعملونه ممتاز جدا، والله يوفقهم ان شاء الله في كل خطوه. طيب جميل جدا. هل ممكن، انا كتبت النقاط اللي توصلنا لها، ممكن نعمل كذا بريفينج، ممكن اكتب وان بيج نقول فيها النقاط اللي ناقشناها والاشياء اللي طلعت منها والتوصيات بناء على النقاش مع كادر الترصد الوبائي في حضرموت، ونحاول ان شاء الله نكتبها باللغتين عربي وانجليزي وننشرها، ويكون دورنا انه ممتاز حيثما وقعت ان شاء الله تكون نفعت ويستفيدوا جماعه الترصد، وكل واحد يشوف من جهته الى من ممكن يوصل هذه التوصيات. ضروري ايضا دعم تدريب الترصد وضبط جوده البيانات، يعني ايوه كانت نقطة مهمة ذكرت وهي أساسية لفهم الوضع وتحليله إن شاء الله. طيب خلاص، أنا إن شاء الله هحاول أكتب النقاط هذه. أنا في موضوع التدريب في هذا المجال، وحتى لو يعملوا مع المجموعات في المحافظة، ونحاول نحضر ونجهز ونحضر معاهم، يعني هم قادرين يدربوا، بس ممكن نحن نشارك معهم في ذلك إن شاء الله. إن شاء الله. هذا دورنا نحن. صحيح. كل المشاركين دورنا هذا، ان احنا نقوم بتصبر الدم. ايوه طبعا، تعد محاضره ممتازه جدا، يجيب معاه الكونسرنينج بيبل دكتور حسن بينظم العمليه هذا معاكم، اعتقد هو هالصح، هذا الصح اللي نعمله. خلاص ان شاء الله. اذا نحن هنكتب البيبر بالعربي ونشاركها معاكم على مجموعه عربي، حتى انجليزي يتكلموا انجليزي كلهم على البلاد، كيف يتكلموا؟ لا انا اقصد حتى اذا في طبعا، انا اقصد نكتبها بالعربي. I'm joking. اذا في داعمين باللغه العربيه. ما اعرف انا انتم تكلمتوا على الرابيد تيست او لا؟ لا للاسف ما طرحنا هذا الموضوع، لكن ممكن يكون في نقاش اخر حول السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي للتست. هذا سؤال طرحته الدكتوره احلام. لا نحن بدانا في الامارات الان، نحن تو امبلمنت رابيد تيست، بدانا نعمل واحد منهم يعني، والان تقريبا كانت سنتر واحد الان صار خمسه، معناه انه خلاص هاز بين بروفد. فالرابيد تيست هو موست بروبلي ترياج راذر ذان كونفيرميشن اوف ذا ديزيز، يعني ممكن في بلد ضعيفه في البلد امكانياتها الماليه ولول الرابيد تيست الكوست حقه ال 25 يعني فحص باقل من $7. بس المشكله في التايمينج، عمل لنا مشكله. ما عليك في التايمينج يا دكتور، انت الان في مشكله في بلد ما عندك ريسورسز كثيره. انا فاهمك بس قصدي انا اذا كان بيجي في وقت اول الايام الاعراض وهو ما يظهر الا باليوم الخامس السابع، يعني يكون له فاليديتي، فبالتالي انا واي اي لوز يعني ذس ماني، لان انا دو بروتوكول فور ات وين يو شود نعمل له دو بروتوكول 100% شود بي بروفيشنال سير، لكن هاز بين ناو انتروديوس ان ا لوت اوف كونتريز، يعني ذا تيست نحن عندنا شويه مختلف، مالنا مال ليزر وما ادري شنو تكنولوجيا فلوس زياده، عملوا التكنولوجيا اللي هو DBI. فضلك سو سمحت لي، فضلك كان فيه نوع من الرابيد تيست معمول فيه إليمنتس من البي سي آر، يعني بيعملوا شيء من الجين الار ان اي تبع الضنك، وهذا الرابيد تيست كان فعال جدا، مش من اليوم الخامس، كان من اليوم الثالث الرابع ممكن يفحص، يعني كان اول ثاني الى ثالث يوم يؤخذ اذا كان للبي سي آر، لكن بعده إلايزا وكان يستطيع أخذ الرابيد تيست. لسه الآن ما قرأت عن كوفيد إنه وصلوا لهذه التقنية، لو وصلوا لها بتخلص. لا موجود رابيد تيست موجود، أنا أوفر المكاتب كلها رابيد تيست بدون ال RNA، ما فيش إليمنت من ال RNA اللي لا هو هو أنتيجين أنتي بودي يعني ملي هو أنتيجين وأنتي بودي أنتيجين وأنتي بودي ملي هو أنتيجين وأنتي بودي هو ملي ملي كده رابيد تيست اللي موجود رابط تيست اللي موجود معنا في كنا نستخدمه انه يطلع لنا حالات نيجاتيف وتروح البيت تتوفى، تعمل لها بي سي ار تطلع بوزيتيف. طيب
يعني السنسيتيف لو ولذلك انا اقترح طبعا نحن اذا الموضوع انا اشوف انه موضوع مهم جدا انه الكادر الصحي يفهم السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي ونناقش مع من هم في الفيلد وات وركس اون ذا فيلد لانه المرض جديد وبالتالي صعب انك توصل لكونكلوجن رابيدلي. في دول قد تخاطر وتقول مش مشكله خليني اجرب الان نعمل سيرفي وكوليكشن اوف داتا انتل عشان نشوف is it effective or not effective. لكن اذا في سيرفيج ممكن تعمل سيرفيج دحين يا شباب السي بي ار هذا اللي كل العالم واقف عليه more than 30% of the result are false either positive or negative. ممكن الان يفحصوا لي وانا حصل عندي في البيت هنا انا ابني في التطوع جاوا خلينا يفحص البيت كله ثلاثه طلعوا عندنا positive next day طلعوا negative. نفس الحاله انا يا دكتور هاني شاب انا ابغى اساعدكم يعني انت الان عشان تعمل سي بي ار طول عمرك لازم تجيبه للمستشفى او للمركز اللي او للمختبر المركزي مالكم صح ولا لا؟ صحيح. انت الان شيء ما عندك في تريم عندك عائله عائلتين جنب بعض كلهم الجماعه هذول صار عندهم يعني بوز في ثلاثه واربع حالات وانت تتبع الناس اللي عندهم هذا خمس يوم ثالث يوم يا اخي روح اعمل هذا تست الرابيد تيست اوكي هذا بيقول لك يس اور نو لانه الان حتى نحن اللي عندنا الرابيد تيست هنا الريزلت ما يقول لك لا بوز نيجاتيف يقول لك نو سواب والسواب يو مين باي 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 دي كونفيرميشن او يو شود هاف تو دو سواب فانت كده تقلل الضغط عندك قلل الضغط عندك في المتابعه كفريق وبائي وتتبع والهذا وهذا وتجي بعد فتره كايام اللي يتفقوا الشباب عليهم حاب التخصص ويعملوا له بروتوكول معين وين مثلا يو دو ات وين يو ريبيت ات او خلاص نوت نيد انتهى الموضوع يعني القرار عندكم مش عندنا احنا جراحين مالنا في اسمه ايوه انت عارف يا دكتور انا اقترح والله الصراحه موضوع هذا موضوع كثير مهم انه السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي ولا which test you would prefer طيب في limited resources كيف تعمل هل تعيد التست ولا الافضل هذا في الدول المتقدمه يا دكتوره عندك في بريطانيا ايوه انا اقصد عندنا لانه التارجت انا اقصد يا دكتور لان التارجت بتاعتنا هم الاطباء والكادر الصحي كله فاقصد حيكون شيء جميل لو بدانا نشرح الثيوري بتاعها وبعدين نشوف خبره الدول من بيعمل ايش ونشوف الناس اللي في الفيلد ايش خبرتهم ونوصل for our own conclusion. لا تشرحين جيبي من الآخر بس من الدول اللي استعملتها what is their outcome ما تشرحين أيوة. كل شيء أعطينا شيء عمل خلاص ولا يهمك إذا نخرج لها لأنه الشباب هذول يعني شفتي أنت الآن آخر ريبورت يقول لك 9 و10 في المساء يعني resources كلها اللي عنده ما عنده resources صحيح وانتم بغيتوا يعمل يعني كل شيء as a book لا هو what they are doing excellent انا بقول لكم يا وجزاهم الله خير احنا وشد هاف في المبادره يا حسن وشد هاف تو سبورت ديم جميل بالمتطوعين وي ار هير تو كولابريت اول توجذر توكل على الله شباب الله يحفظكم ايش رايكم اذا نسوي هذا اللقاء مره ثانيه متى يناسبكم بحيث اننا نجمع الاطباء ما ان الاطباء نفسهم اللي في العيادات اللي في المراكز يحتاجوا تعريف او يحتاجوا وعي نفسهم والكادر الصحي كتمريض يحتاجوا وعي بتعريف الحالة ومتى تحول هذه الحالة تقول هذه حالة كورونا ولا مكرفس ولا ظنك لأن عندنا لسه اشتباه في الموضوع نسوي إعلان نجيب الأطباء نوصلهم الإعلان كلهم ونجتمع احنا وياكم في جلسة أخرى ايش رأيكم؟ فكرة كويسة بس هو الآن كيس ديفينيشن المفروض خلاص اتفقوا عليه الناس كلهم لا اتفقوا بس عندنا الأطباء ما عندهم وعي فيه فإحنا نجيبهم وعي أوكي إذن do the first prepare the proposal حلو مع المختصين وترشوا للاند يوزرز اوكي فور مثلا 1 ويك وبعدين الناس تقعد تجمع وخلاص على اساس ما ندخل وتقعد ساعه ساعتين الناس تسحب لا ندخل في موضوع محدد يعني اي اذا دو ذا بروبوزل دو ذا بروبوزل كل النقاط اللي كانت جيده جدا مننا ومن الداخل الان ميك ات سمبل التتبع الوبائي خلاص فورم معين له تابلت معين له مقترح من عندكم انتم كلجنه عليا وعندكم خبرات خارجيه ترش للبلاد للناس كونسرن بيبل المكاتب الصحيه طوال المكان يناقشوها مع الكلينيشن يتفقوا على حاجه حطوا ملاحظاتهم تعمل بعد عقب اسبوع اجتماع يكون اوريدي في درافت شبه اتفاق عليه تتناقش الناس وفاينلايز
بيكون جدا رائع. روح توكل يا ابو علي توكل. خلاص الله يحسن. ابغى اسمع منهم اختم يا اخوان اللي في سيئون. اخو الشباب تفضلوا. هاني ما في هاني ما هو موجود. هذول كلهم حق الترصد. مديرهم ممتاز باسيف. نعم باسيف باسيف في الشارع هذاك دكتور هاني. زين تفضل. لا يكون باسيف في الشارع شاعر بس خليل والله من اسمه. لا مش هو مش هو. تفضل دكتور تفضل. على كل حال هو عباره عن مقترح، انما هو طبعا انا اللي اعتقده ان اللقاء اللي تقترحوه هو ما بيكونش خلال الاسبوع القادم. مو مشكله. ممكن يتم وضع اللمسات الاولى والفكره واعطاها للمدير العام، لانه نحن طبعا في التزامات اخرى على الاداره تبع وزاره الصحه ومنظمه الصحه، وفي قضايا اخرى المفروض انها تحل عبر الاداره العامه بالنسبه لطريقه التعامل مع كوفيد. اذا كان طبعا هو في مشكلات اخرى اصلا ظاهره، هي تقريبا فيها جزء اداري وفيها جوانب فنيه، هذه برضه هي المفروض انها تطرح على المدير العام، ونحن ما نتكفل بطرحها اللي هي ما يقابلنا، يعني من نحصله نحن أو نواجهه من عملية عدم الإبلاغ وضعف الإبلاغ في بعض المواقع الصحية. المشكلة الأخرى اللي نواجهها اللي هي مع المواطنين، لأن تكونت فكرة، يعني فكرة مش بسيطة، عملية رفض كل ما يأتي، وكل من يأتي للبيت يشتي يأخذ فحص أو حتى يطلب الفحص. الموضوع هو تقريبا في له جوانب يمكن تكون نفسيه او اجتماعيه او شيء، فهذه اول شيء هي اللي تبدا. وانا فرحت طبعا بعمليه الدخول في عمليه التثقيف وعمليه بلوره الفكره من اساس هذا، يعني في ناس يرفضوا انك انت تتكلم على مرض كوفيد الان خصوصا في بعض المناطق، او يتهموك باتهامات يعني كأنك أنت مش واقعي أو أنك كذا. بعض الناس يشتي يقنعك أنه زي المثال اللي ذكره الدكتور، أنه أنا يقول لك أنا جلست مع مريض قريب لي، جلست معه وخالطته من ذي ولا مرضت. إيش أنت تجيب لي هذا الكلام؟ أنت تكذبه، أنت تجيبه. الموضوع هو من أساس المشكلة خاصة بالمرض كورونا والتعامل معها. لكن كفكرة ممكن واحد تقرأ عملية تثقيف عام على الموضوع، فهذا يعني ما فيش أي مشكلة، ممكن يكون تواصل عبر المدير العام وهو يمكن ينفذها، أو يمكن يتم اتفاق مع مدراء عموم المستشفيات. فالقضية وما فيها في الفئة اللي بتحضر هذه ممكن ترتب بشكل كامل. جميل، يعطيك ألف عافية دكتور صالح، والشباب اللي معاك جميعا ما قصرتوا الله يحفظكم. دكتورة مريم، دكتور ماهر، دكتور عبد اللطيف، كل من حضر اليوم، الدكاترة اللي حضروا جميعا، دكتورة أحلام ما أدري معانا ولا طلعت؟ لا دكتورة طلعت. دكتور باديب، الشباب كلهم، باجبير، حياكم الله وسعدنا بوجودكم جميعا، وإن شاء الله يا رب تكون انطلاقة أقوى لترصد أفضل إن شاء الله. بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. مشكور شكرا جزيلا. مع السلامة. مع السلامة. أمرك تمام.